السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك ازيكاتك؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله بإذن الله. محاضرة النهاردة عن بايو فارماسيوتكس اند فارماكوكيناتكس، هنتكلم على اخر محاضرة فيها بإذن الرحمن في المنهج. هنتكلم فيها عن فارماكوكيناتكس اوف كنترولد ريليز البرودكت اند افكتنج اوف ذا دراج ابزوربشن. يعني ايه الرغي دوت كله؟ هنتكلم على تو توبيك. اول توبيك هيتكلم على موديفاينج ريليزنج. يعني ايه موديفايد ريليز؟ يعني انا هعمل دوزج فورم. احنا اتكلمنا على الاورال واتكلمنا على الابزوربشن والتو كومبارتمنت والوان كومبارتمنت والاي في وبلا بلا بلا وكل الايكويجن وكل الرغي دوت. احنا مين لمحاضرة النهارده باذن الرحمن؟ هنتكلم على ايه فاضل لنا؟ ان احنا نجيب دلوقتي التابلت وانا عايزاه يحصل له ريليزنج في مكان معين، عايزه يحصل له ريليزنج في بوزيشن معين، عايز يديني افكت في مكان معين، عايز يديني ريليز بعد وقت معين، مش عايزاه يطلع لي على طول، وهكذا. يبقى احنا دلوقتي كنترولد ريليز او الموديفاير. يعني ايه الموديفايد؟ يعني عملت فيها شويه موديفيكيشن، عملت فيها الترنيشنز في الدوزج فورم بتاعتي، غيرت فيها بحيث يبقى مفعولها يبقى ايه ممتد، يبقى يكون عندي كنترولد وممتد يطلع لي بايه لاين بلاتو، بدل ما كل شويه اقعد اكرر الدوز اند سو اون. خلاص. طيب احنا اللي عامه الدوزج فورم احنا عارفينها ايه؟ بتبقى حاجه انترميديتد ريليز. يعني انترميديتد ريليز ما بتاخد الدواء تابلت تخش جوه الجلاتين قبل ما توصل الدم فيها مثلا من ساعه لساعتين او مثلا نص ساعه عقبال ما تديك الايه الافكت. دي انترميديت ريليز، يعني على طول دايركت او في رابيد ريليز. ده على طول انت اول ما تاخد الحبايه بتاعت الصداع تلاقيك خفيت على طول دايركت. خلاص. طيب انا دلوقتي بس عندي ادويه كده وعندي ادويه كده وعندي حاجات بتاعت بتبقى سلو ريليز او كنترولد ريليز، يعني تقعد ساعتين ثلاثه عقبال ما تديك الايه الافكت، ولما تديك الافكت مثلا تستمر معاك ل 6 ساعات 7 ساعات وبعد كده تلاقي الالم رجع تاني وهكذا. فده اللي احنا بنعمله. طب بنلعب في الرينج دوت ازاي والحوارات دي كلها؟ عن طريق اللي احنا عارفينه الجراف الشهير بتاعنا اللي هو احنا هناخد حاجه اورال. يبقى انا مبدئيا كده الكونسنتريشن هيبدا الاول يزيد في الاول زين، بعد كده يبدا بالصصامي ايه يقل. دي مبدئيا. طيب تاني حاجه عندي ايه؟ تاني حاجه عندي بالصصامي لما هو هيزيد ويقوم قالل كده، خلاص يقوم نازل كده لتحت. اتفقنا انا عندي هنا المينيمم الماكسيمم الماكسيمم سوري مينيمم افكتيف دوز دي هنا خلاص في البوينت ديت اللي هو اقل تركيز هيديني افكت، والحته ديت البوينت اللي هنا دي بيبقى عندي الايه ده الاونست ايه تايم. اول حاجه يعني انت بتصصم عشان تديك افكت لازم توصل للكونسنتريشن ده. طب التايم اللي عنده ده بنسميه اونست تايم، يعني الوقت اللي هيديك افكت على طول، يعني اول ما امتى هتبدا تحس ان انت خفيت هو ده الاونست تايم. طبعا دي الديوريشن، المده دي كلها على بعضها. ايه كمان عندي بالصلاه على سلام اللي هنا ده اللي هو الايه التوكسيك دوز او اللي هو الماكسيمم ماكسيمم كونسنتريشن فور الايه توكسيك دوز. اوكي. طيب لو طبعا زدت عن دوت هتؤدي لتوكسيستي اند سو. طيب احنا بقى بس عايزين بقى نظبط كل الرغي دوت ونظبط الرحله بتاعه الانترميديت دراج ريليز والاي بس انا عامل بقى موديفاي ايه موديفيكيشنز او موديفاير بدل ما هي انترميديت اخليها تبقى كنترول ريليز انا اتحكم فيها. تمام. ده اللي هنتكلم عليه باذن الله اول توبيك. تاني توبيك بسيط قوي هتلاقي تبع الستيوتكس اللي هو الدراج ابزوربشن، يعني مثلا الايمولشن السسبنشن الحاجات المعقده اللي بتقابلك فيها، الكبسولز خدناها السمستر اللي فات في الستيوتكس، التابلت وهكذا. كل الحاجات دي وسام ايه المعوقات اللي ايه اللي بتعملها. وكده نكون خلصنا المنهج الحمد لله وخلصنا من دي ماده. ربنا يا رب بحق لا اله الا الله يوفقنا ويسعد ايامنا وييسر لنا جميع امتحاناتنا ان شاء الله باذن الله، ويكبر خاطرنا باذن الله في الامتحان نطلع جميعا مجبورين الخاطر. اثناء الشرح اقول لك خلي بالك ممكن يجي لك سؤال بالطريقه كذا، خلاص يعني ركز معايا وتبقى تعمل هايلايت. اوكي. قبل ما نبدا بقى حابه نقوم تعمل مذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك في النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين أن تجعل قلوبنا مليئة بذكر وخشيتك إنك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا عليك يا الله. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما فهمت وما حفظت وما أحفظ وما أفهم وما نطقت وما سمعت وما وقت علي عيني وما شرحت وما رأيته وما كتبت يا رب، فردوا لي حين الحاجة إليه وردوا لي يوم العرض عليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب أنت بإنك عايز تعمل حاجة تبقى كنترولد ريليز، تبقى سستيند ريليز، تبقى موديفايد ريليز، تتحكم بقى في الريليز بتاعها، يبقى أنت محتاج تدرس إيه؟ تدرس الحاجات النورمال العادية الموجودة في السوق اللي هي الايه الانترميديت ريليز، تفهم عنها هنت سريع وبعد كده بقى بالصوص تبدا تعمل موديفيكيشن اللي عندك. ما هي كلمه موديفايد يعني انا عملت تغيير على حاجه اصليه موجوده. يعني ما اقول لك انت شخص كويس وكل حاجه ولكن فيك الشعره ديت ما يعني النقطه البوينت ديت ما بحبهاش فيك، يعني مثلا بص ما بتصليش، النقطه دي الجزء اللي ايه عيبك. طبعا ما بيصليش ده ربنا يا رب يهديه ويغفر لي ذنبه، بس ده يعني كارثه، دي مش نقطه صغيره، دي كارثه
خلاص كارثه بمعنى الحرف. المهم يعني بالاستاذ سالم ان انا بقول ايه اعمل ايه، انت شخص كله كويس يعني، بتتعامل كويس مع الناس ومؤدب ومحترم ومش عارفه بتصوم وبتتبرع ومش عارف ايه، ولكن ما بتصليش. النقطه دي تعيبك في كل الحاجات دي، فانا بقى لازم ادرس كاركترستك بتاعتك كلها على بعضها، وبعد كده اقوم جايه ايه مغيره النقطه الوحشه اللي فيك ديت وايه وابدلها لك بنقطه ايه كويسه. تمام، اوعى يكون في حد ما بيصليش فيك، وربنا يا رب يهدينا ويصلح احوالنا ويثبتنا. فانا اول حاجه عند الانترميديت ريليز خلاص بتحصل فيها ايه، بيكون كل حاجه فيها سريع، سريع ريليز، سريع ابزوربشن، سريع افكت. بما ان حاجه ابزوربشن سريع يبقى سريع ريليز، سريع ايه ابزوربشن، سريع افكت. طيب ايه اللي اول ما بيخش جوه الجسم الانترميديت ريليز يبدا يحصل لك ايه بقى بالظبط سلام؟ يبدا يخش جوه الجسم يحصل له رابيد ريليز، تطلع بره الدوزج فورم بتاعتي. تفتكر كده الدوزج فورم ده شبه مثلا المواصلات، المواصلات اللي بتوديك الكليه ايا كان بقى انت رايح فيها، رايح في ميكروباص، رايح في اوبر، رايح في بس. طيب بما اني بقى خلاص عرفت وسيله المواصلات اللي بتوصلك على حسب الوسيله انت كده راكبها، راكب طياره هتوصل بسرعه، راكب موتوسيكل هتوصل ايه ببطيء، فده بالظبط يبقى الدواء دلوقتي بقى جاهز للامتصاص. خلاص عرفنا. طيب بعد كده بيروح تركيزه في الدم، يحصل عمليه الامتصاص، كل ده بيوصل لايه للدم. طب وبعدين بيوصل لايه اللي هي الاونست تايم او المينيمم افكتيف كونسنتريشن، الوقت اللي عند التايم دوت او الكونسنتريشن هيبدا يديني مفعول، وده بس سامي اللي هو ده اونست ايه تايم. طب وبعد كده تركيزه هيبدا يزيد لحد ما يوصل للسي ماكسيمم، والسي ماكسيمم بعد كده تبدأ تقل بسبب عمليه الديستريبيوشن والاليمينيشن، وبعد كده بالظبط سامي يبقى الديوريشن اللي عندي ديت هي الحته دي. طب امتى ابدا ادي الدوز الجديده؟ قبل ما ايه ما ينزل لتحت، بحيث ان انا ادي له دوز جديده ويفضل مستمر معايا، بحيث اللي بالظبط سامي مثلا واحد زي مريض ضغط، واحد مريض سكر، ما ينفعش استنى ان الدوز يحصل لها كومبليتلي اليمينيشن واقوم جاي مديله دواء ضغط. ليه؟ لان بالظبط سامي ده كده هيكون ضغطه عالي وهكذا خلاص، او السكر بتاعه عالي ان سو اون. تمام، يبقى انا امتى ادي الدوز الجديده؟ مفروض لو انا عندي ده المينيمم افكتيف كونسنتريشن، مفروض اديله في البوينت ديت قبل ما ينزل ايه تحت المينيمم افكتيف كونسنتريشن. تمام، يبقى ده ميعاد الجرعه الجديده. هو ده بقى بالصم اللي احنا عايزين نعرفه، ده كل الكلام اللي احنا بصصم ايه قايلينه كل غري دوت بصصم وامتى بيديك الجرعه الجديده وهكذا. يبقى الموديفاير ريليز ده كده احنا اتفقنا على الاي ام ار، الاي ار دوت اللي هو الايه الانترميديت ريليز. ده بالنسبه بقى للموديفاير هو عباره عن ايه، يبقى انا عرفنا بقى الاي ام عشان نقدر نعرف الاي ار. ده نفس الفكره، ولكن الفرق ان انا بخليه سلو ريليز او سلو ريت اوف ريليزنج او هاير ايه ديوريشن اوف اكشن. ليه اخليه بص كده بصصم بدل ما يطلع كده مره واحده وينزل؟ لا، اخليه كده يكون ممتد عندي بحيث يديني لونج ايه. لو انا عندي مثلا دي بالصوص هي الكونسنتريشن بتاع الاي ام اي اللي هي الام اي سي اللي هو المينيمم افكتيف كونسنتريشن، بحيث اللي هو بالصوص يكون عندي لونج ديوريشن، شايف المده دي كلها هيكون عندي ايه افكتيف. خلاص لو نزل بقى عند هنا يبقى معنى كده بالصوص هيبدا يكون ايه ان افكتيف، فانا بالصوص بخليه سلو ريليز عشان يديني لونجست او هاير ديوريشنز، وبذلك هيكون عندي ايه هاخد دوز فريكوانسي قليل، بدل ما المريض كل شويه ياخد كل حبايه كل 6 ساعات، لا خليها مثلا ياخدها كل 12 ساعه، كل 24 ساعه ان سو اون. فطبعا البيشنت بيبقى كويس جدا، تمام، بيكون مبسوط قوي لو هو مش يحبش يقعد جرعه كل 4 ساعات، كل 3 ساعات، كل غير ده بس ما بيحبش كده، وهيكون اكثر التزاما، لان اكيد المريض هيلتزم اكتر لما اقول له خد الدواء مره او مرتين بكتير في اليوم على ما اقول له ايه خدها 4 مرات. تمام، طب ايه البرودكت اللي انت ممكن تعملها عندي؟ قال لي والله ممكن اعمل البرودكت، اتفقنا خلاص بتحكم في الريت والتايم. عندي الاكستند ريليز، يعني ايه اكستند ريليز دراج برودكت؟ دي معناها اللي هي بتبقى ممتده، حاجه ممتده، يبقى تديك تو فولد ريدكشن ان ذا دوجيت فريكونس. طبعا بقلل اللي انا اقعد اكرر الجرعه مقارنه بالسستند ريليز او الايه الاي ام، سوري السستند ريليز دي زي بالصوص اللي هي اللي بتبقى اكستند ريليز، يعني ده اكزامبل على الايه اكستند ريليز، يعني مقارنه بالاي ام اللي هو الانترميديت ريليز مثلا محتاجه اخد الجرعه بتاعتي كل 6 ساعات، ده دي هاخدها مثلا كل 12 او كل 24 ساعه بالكتير. طب الديليت ريليز ديت بقى اللي بتتاخر قوي 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 زي الانتر كوتد ايه دوزج فورم. يعني ايه بالصوت سلام؟ يعني انا دلوقتي لما احنا عارفين ان مثلا دواء بيكسر بالاستومك او بيعمل لي اريتيشن في الاستومك، فلذلك انا بحاوطه بكل حاجه بحاجه مغلفه كده بحيث ما يخشش كانه بالظبط يعدي على الاستومك سلاما كراما ايه برره، يعني هي مش ايه قصدي، يعني بالصوت مثلا اللي هو سلاما قولا من رب رحيم، يعني ماشي كده ولا كاني في اي حاجه في الاستومك ولا هياثر ولا اي حاجه، هيبدا يحصل له ابسوربشن بس في الايه في الانتستين، فلذلك بحطه في كوتد اللي عندي. طب تارجت ريليز دراج برودكت، يعني انا بتارجت الدواء يروح بالظبط لمكان معين لبوزيشن معين. خلاص يبقى ده بس يحصل له بوزيشن في مكان معين، ده طبعا ممكن يبقى انترميديت او ممكن يبقى اكستند، يكون ايه ممتد المفعول او ديليت. ريبيتد اكشن تابلت دي بس يحصل له موديفيكيشنز
بحيث اللي هيحصل لي ايه الكينيا عامله لها كوتد وهذا تمام قبل ما يحصل لها الايه الدراج اللي هو يطلع عندك. البرولونج اكشن دراج برودكت يعني برولونج يعني حاجه ممتده عندي. اتفقنا خلاص بعمل ديزاين عشان يخليها كاني بالظبط بعد ما بدل ما اقعد اكرر الجرعه لا انا هخلي بصصها مستمر معايا كده ايه كونتينوس شبه الاي في انفيوجن السستيند ريليز ديت بصصها تبقى حاجه ديزاين عشان ايه تبقى سستيند ريليز يعني يكون ايه عامله شبه بالظبط اللودنج دوز اللي موجوده في الاي في انفيوجنز اند الايه المينتيننج دوز. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا دلوقتي بصصها عايزه اخد حلو عايزه اخد عدد جرعات اقل وفي نفس الوقت اول ما اخده يديني افكت على طول. فانا اول حاجه هديله لودنج دوز خلاص هديله دوز كده لودنج يعني تديني على طول الايه الافكت وبصصا تمام هتخلص على طول. طب وبعدين المفروض بقى يكون عندي في سستيند ريليز او اسمها مينتيننج ريليز اللي هو يفضل الكونسنتريشن عندي ثابت لوقت معين قبل ما اقعد اكرر الايه قبل ما اقعد اكرر الجرعه. طيب ايه بقى هي الادفانتج بتاعت الاكستند ريليز دراج برودكت ديت اللي احنا بندرسها دلوقتي؟ قالت لك عملت لك برولونج ثيرابيوتيكال افكت وكمان قللت لك unwanted side effect due to fluctuations of plasma level. يعني ايه الكلام دوت؟ قلنا كمان مميزات الدواء ديت انها قللت عدد الجرعات اللي احنا بنعملها فذلك قلل لك البلازما فلاكيوليشن. يعني ايه بقى بالظبط؟ قال لك المريض مش هياخد الدواء اكيد بالظبط في نفس الايه الوقت بالظبط. طيب يعني ممكن ايه ياخر يقدم وهكذا. طب الجرعه القديمه بتكون طبعا كومبليتلي ايه اليمينيتد. طب المفروض ان هو ياخد الجرعه الجديده قبل ما يحصل لك ايه قبل ما تنزل تحت المينيمم افكت كونسنتريشن علشان يديك بالظبط سي ماكسيمم ايه اسرع يعني بالظبط الجراف بتاعك كده كده قبل ما تنزل يكون في اللاين دوت اللي هو المينيمم افكتيف كونسنتريشن المفروض اديله الجرعه الثانيه عشان يوصل للسي ماكسيم اسرع واسرع واسرع خلاص. طبعا لما قللت عدد الجرعات قللت لي الايه السايد افكت دوت تمام. يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا ايه الاهميه بتاعته. بعد كده هناخد شويه اكزامبل اللي لسه قايله لك عليهم فوق اساسا عايزه اكد لك عليهم عشان تكون فاهم كويس يعني ايه الاكستند ريليز دراج برودكت. اتفقنا دي يعني حاجه ممتده المفعول. هنا الريليز بيبدا من الزيرو تايم اول ما على طول ما بتاخده خلاص يبدا يحصل له ريليز مجرد ما الدواء يخش الايه الجسم يبدا بقى بعد كده يخرج من دوز الجي فورم لكن بمعدل بطيء قوي 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 اتفقنا خلاص ويقعد وقت طويل قوي 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 قوي. طب هنا الريليز بدا من ايه؟ الصفر لكن مفعوله بيبدا لما يوصل للمينيمم افكتيف كونسنتريشن. كل الحاجات دي احنا قلناها عشان اقول بقى ان الدواء حصل له اكستند ريليز. يعني ايه اكستند ريليز؟ يعني فضل يكون ممتد مفعول تبقى ايه يبقى معنى كده بص يا سلام ايه لازم مده المفعول بتاعته تبقى ضعف الانترميديت ايه الانترميديت ريليز وبالتالي عدد المرات المفروض هاخد فيها ايه هتقل الايه نص نص. يعني دي معلومه ليك. طب الديليد ريليز بدراج برودكت يعني ايه؟ يعني حاجه ديليد متاخره يعني هنا الدواء هيحصل له ريليز متاخر شويه عن الايه الزيرو تايم مش هيحصل عندك في الزيرو تايم. حاجه اسمها اللاج تايم. اللاج تايم ده بالصصام اللي هو مثلا يقعد ساعتين عقبال ما يبدا يحصل له ريليز. واتفقنا دي بالصصام بقى الدوز جي فورم بتاعتي بتبقى متقسمه لكذا جرعه متفاوته بقى في السوليبيت عشان يحصلش ايه ريليزنج مره واحده ويحصل لي توكسستي خلاص يعني متقسمه وهكذا. وخلاص عرفنا التارجت اللي هو بيحصل في مكان معين وطبعا عند زيرو ايه تايم لان بالصصام ايه سوري التارجت ده مش هيحصل له ريليزنج زيرو تايم. ده هيحصل عند السايت عند المكان مجرد ما يوصل السايت بتاعه المكان اللي هو رايحه هيبدا يحصل لي ريليز سواء بقى بسرعه او ببطء. طيب جميل هنبدا نتكلم دلوقتي على الفارماكوكيناتكس بقى بتاعه الاكستند ريليز دوج دي بو اي برودكت. الهدف الاساسي ايه؟ اتفقنا خلاص الايديال بتاعي اللي هو يكون عنده كونستانت دراج ريليز وكونستانت ابزوربشن خلاص. طيب الامتصاص دوت ممكن يخرج بزيرو اوردر او فيرست اوردر ايا كان زي ما احنا عارفين. وكل ده دوت وكل هدفي ان انا اخلي عدد الفريكوانس بتاعت دول انا اقعد اكرر الجرعه تقل واقلل البلازما فلاكليشنز الاختلاف الايه في البلازما. طيب يبقى بصصا يعني كلمه مثالي لما اقول على حاجه ايديال تبقى ايه فيرست اوردر يعني يحصل له ابزوربشن في فيرست ايه اوردر لا يحصل له ابزوربشن زي في فيرست اوردر لا انا عايزاه يكون في زيرو اوردر. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بصصا الدراج عشان يكون مثالي عامه انا بكون التارجت بتاعي ان انا اخليه يمشي زيرو اوردر ابزوربشن. طب ليه زيرو اوردر ابزوربشن؟ قال لك عشان الزيرو والله فاكر بالظبط بصصا ما كنت بقول لك ان انا الفيرست اوردر بيعتمد على الكونسنتريشن الابزوربشن الكي بتعتمد على الكونسنتريشن وتتغير بالكونسنتريشن وكذا. اه يعني انت مثلا احلف بالله انت مش هتصرف غير 10% من الفلوس اللي معاك كل يوم 10% من الفلوس اللي معاك. خلي بالك بقول 10% من الفلوس اللي معاك حلو. فبصصا انت مثلا اول يوم كانت معاك 100 جنيه فهتصرف 10 جنيه تاني ايه هتصرف يبقى كده بقى معاك 90 10% في 90 الرقم هيقل بدل ما تصرف 10 الرقم هتقل مثلا 9 جنيه وهكذا وهكذا وهكذا. فانت كل مره معدل الصرف بتاعك بيقل فانا مش عايزه كده لا انا عايزاه يكون في زيرو اوردر. طب ليه زيرو اوردر؟ عشان انا لو حالف من اللي انا هصرف 10 جنيه مهما كان معايا الفلوس فانا 10 هتبقى 90 80 70 كل يوم حتى لو ايه بالصصا الكونسنتريشن بتاعي ايه قل انسون تمام. ف
فانا الهدف بتاعي افضل ان انا مش زيرو. ولكن عامه طبعا مفيش حاجه ايديال، فلذلك هتلاقي اغلب الحاجات الابزوربشن هي بتبقى فيرست ايه اوردر. وكنا بنسمي عمليه الخطوه اللي بتكون السلوست ستيبس في عمليه التفاعل هي دي بالصراحه اسمها ريت ليمتنج ستيب. يعني ايه الكلام دوت؟ فيها كده لما قلت لك اللي انت عندك اختك وبتبقى بطيئه في اللبس ومش عارف ايه وكل الحاجات دوت، فبالصراحه هي عقبال ما تيجي تخرجوا هي المفروض تعرفوها اول واحده لان هتاخر العيله كلها، عقبال ما تخرج ومش عارفه ايه وعقبال ما تلبس وهكذا. فهي دي ابطا خطوه، يبقى قمت هي دي الحاجه المتحكمه فيك في معدل ان انتوا تخرجوا بسرعه. هي اللي ليمتنج ستيب دي سلوست ستيب اللي بتحدد عندك سرعه الايه التفاعل. يبقى ابطا خطوه بتحصل معاك سواء بقى دي ريليز اللي الدواء يحصل له ريليز، ولكن الديسوليوشنز والديسنتجريشنز والابزوربشن بتطلع بسرعه، يبقى الريليز دوت هو ابطا خطوه، يبقى هي دي ليمتنج ستيب اللي بتحدد لك الايه سرعه التفاعل. تمام، ده كده بالصسام كل رغي بيقوله لك. واتفقنا اللي هنا طبعا بسبب لسوء الحظ ان هو بالصسام اللي بيحصل زيرو اوضه في الفيترو، ولكن ده مش على طول، خلاص مش بيحصل لي على طول مع لما بتاخده في الفيفو نتيجه بقى الايه الفيسيولوجيكال كونديشن بتاعتك. خلاص ممكن بقى يكون عندك اختلافات انسون. طبعا الجراف ده بيوضح لك لو انت عندك بالصسام ده كده زيرو ريليز وشايف كده تحس ان هو شبه ايه، شبه الاي في انفيوجن، يعني دي حاجه كويسه جدا عندي. اما زيرو اوردر الفيرست اوردر اسفه ده هتلاقيه بالصسام طالع كده ومره طالع كده. طب ايه الفرق بين ده وده؟ قال لك والله بص انت لو بصيت كده هتلاقي ده زيرو اوردر. طيب والباقيين دول ايه اللي معوجين دول؟ بص يا سيدي صلى نسيب، قال لك ده حصل له ريليزنج كومبليت. يعني ايه؟ يعني انت واخد مثلا 100 مللي جرام في تابلت وعمله لي كنترول ريليز، حلو حلو، هو بيطلع فيرست اوردر تمام، هيعتمد على الكونسنتريشن عشان كده ايه معوج وحاله مايل. طبعا احنا اسمنا على كارتيزيان ايه، على كارتيزيان بيبر، ما علينا. المهم بصراحة سلام خلاص عرفنا ان احنا واخدينها كنترول ريليز وكذا. طيب انا بصراحة التابلت نتيجه بقى مشاكل في المانيفاكتشرنج اند سون، التابلت ما طلعلكش 100 ملي جرام على طول، يعني ما طلعلكش 100 ملي جرام في النهايه، ما طلعلكش الايه الميه كلها اللي انت واخدها، طلعلك 70%، يبقى ده بيحصل لك انكمبليت ديسوليوشن. اما بصراحة لو طلعلك الميه كلها على بعضها هيوصل للايه الميه الدوز اللي انت ايه واخدها. خلاص يبقى ده اللي بيوضحه لك وبيحكوا لك. يعني انا نظريا بحب الزيرو هو اللي يكون معايا، ولكن عمليا بصراحة للاسف ده مش موجود طبيعيا كتير. يعني بصراحة اغلب الحاجات بتبقى فيرست ايه اوردر. واتفقنا ريت ليميتنج ستيب بتاعه الدراج مين اهي الريليزنج بتاع الدراج. يعني ايه الريليزنج بتاع الدراج؟ يعني والله اللي هيحدد لك اللي انت توصل الكليه انت بتلبس بسرعه وبتنزل بسرعه ومش عارفه ايه، اللي هيحدد لك اللي انت وبتركب العربيه بسرعه، ولكن حدد لك سرعه السواق اللي هيوصلك الايه الكليه. فسرعه السواق هي المتحكمه. يعني انت ممكن تكون كل حاجه عندك بطيئه ماشي، ولكن مثلا لو الطياره لو انت ماشي راكب طياره هتوصل على طول في الميعاد. هي نفس الفكره بالظبط. يبقى ريت ليمتنج ستيب بتاعت اللي هي اكستند ريليز هي اللي ايه ريليزنج اوف ايه اوف دراج. وعرفنا بقى اللي التارجت دراج دي بيكون من اللي في السي ان اس. خلاص انا بتارجت حاجه في السي ان اس عايزاها عندي. الديلي ريليز دي تبقى انتر كوتد زي الان سيت وكل الغي دوت عشان بتاثر معايا. والتايم اوف ريليز يعني ده انا عايزه اغير في الوقت، والريت اوف ريليز كل الحاجات دي انا فيها يعني عايزه اغير في الاكستنت اوف ريليزنج اند ريت اوف ايه ريليز. تمام، لانه هي السرعه بتاعه الريليز بتاع الدواء بتاعي. طيب انت عارفه اللي انت عايزه تعملي دوز تبقى شبه الاي في انفيوجن اللي هي بتبقى كونستانت بتبقى زيرو، هو الزيرو اوردر مور دومينانت ده البيرفكت اكستنت ريليز اند سو اون. طب هتعملي الحاجات دي ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. ويا ترى هتاخدي جرعه قد ايه؟ طيب وهل احنا لازم نقدر نعمل حاجه تبقى زيرو اوتر على طول ريليز؟ قال لك دي صعبه. ليه؟ اتفقنا خلاص لان اللي عندك في الفيفو بيحصل لك اليمينيشن، وكمان الفيسيولوجيكال كونديشنز بتاعت الجسم بتاعك بتختلف زي مثلا الجاستريك ايميتي ريت، وكل الحاجات دي بتختلف من شخص لشخص لو انت عندك مشاكل في المعده اند سو. طيب هي تعالى يلا نحدد الدوز اللي هتديني السستين ريليز اللي عندي اللي ممكن تكون موجود عندي. اول حاجه هتاثر معاك ايه؟ بص انت لو جيت بصيت القانون هتلاقيه بالصوت عباره عن ايه، هحكولك دلوقتي جه منين، بس هو عباره عن كي في دي في سي بي في الاي في التاو. التاو دوت هو عباره عن التايم اوف ديوريشن. يعني تايم اوف ديوريشن يعني المده اللي انا عايز اخليها يكون موجود عندي جوه جسمي. طيب الفي بي والسي بي والحوارات دي كلها احنا ايه عارفينها. يبقى الكونديشن بتاعتك هتلاحظ ايه؟ اول حاجه بالصوت هتلاقيها الفارماكولوجيكال كايناتكس اوف ذا دراج، يعني فارماكولوجيكال او فارماكوكايناتكس بارامتر بتاعت الدراج. الكيديت مش الكيديت عباره عن من ضمن الحاجات الفارماكوكايناتكس بتاعت الدراج. فبالصوت ماده الاليمينيشن هيأثر معاك على الفاكتور اللي بتأثر على اختيار الدوز. طبعا لو عندك اليمينيشن بسرعه يبقى الدوز هتحتاج تكبرها اند سو اون. يبقى انا عايز دلوقتي اختار الدوز اللي انا هخليها تكون عندي سستيند ريليس. طب والفي في السي بي دوت هو عباره عن ايه؟ ده السيرابيتيكال نيد، على حسب انا محتاج ايه. ده الديزاير، انت عايز توصل لكميه قد ايه، عايز يحصل له فوليوم اوف ديستريبيوشن قد ايه، يعني انت عايز كونك معين في مساحه قد ايه. والتاو ده بالصفه اتفقنا خلاص ده اللي هو التايم اوف ديوريشن، يعني المده اللي انت عايزها فيها. طب القوانين دي جت منين بقى؟ بص يا سيدي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه قال لك الدوزج الدوز بتاعتك التوتال هتبقى عباره عن ايه اللي انت هتحطها في الكبسولز او التابلت او ايا كان. المهم انها اكستند ريليز هتلاقيها عباره عن انترميديت ريليز، يعني اللي هي هتديك افكت انيشال كده على طول، عشان اكيد انت مش هتحب تاخد مثلا دواء بصاصه ضغط
وتقول لي هو هيكون سستيند ولكن مفعول هيجي بعد ساعتين، يكون الضغط بتاع الراجل اترفع وممكن يؤدي باستثناء لمشاكل كتير خلاص. والمينتيند ريليز، طيب المينتيند ريليز دي اتفقنا خلاص اللي ده الدوز، يبقى انا دي باستثناء دي الانيشال اللي هتطلع لك بعد كده، اللي هتعمل لك انترميديت ريليز هتخليها ايه مستمره لفتره معينه. طيب الانترميديت ريليز ديت بتطلع اوفر ايه؟ اوفر تايم، خلاص احنا عرفناها. وباستثناء بتبقى عباره عن ايه؟ كميه الدواء اللي هتطلع في الديوريشن بتاعتها. يعني انت عندك والله انا عايز اعرف دلوقتي مش انت الريت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماس اهو زي ما انت شايف كده، كمية خلاص اللي هي الاماونت على الاور. طيب انت عايز تعرف الماس اللي هتطلع لك اللي هي الدوز اللي هتطلع لك من 200 دجريز هتعملها ايه؟ هتضرب لي بالصصام هنا في اور عشان تكنسل ده مع ده صح، فلما تكنسلها لي هتجيب لي الايه الماس بس تمام. هو ده اللي بيوضحه لك، يبقى انا ضربت الريت في الايه في التايم اوف ديوريشن عشان اجيب الايه بالصصام اجيب الماس كده، انا عوضت في الايه في الام ايه الدي ام اللي هي 200. طيب بالنسبه بقى للصصام للدي اي اللي هي الانترميديتد، مش الانترميديتد ديت هتبقى عباره عن بالصلاه والسلام الكميه ال 200 ماينس الكميه الانترميديتد اللي دخلت، اه يبقى بالصلاه والسلام دي اللي انا بعملها، وعامله الاثنين ماينس بعض، فبالصلاه والسلام في الاخر يطلع لك القانون اللي عندك دوت. يبقى طب انا بقى اعمل ليه الحاجات دي كلها؟ عشان اعمل لك افويدنج حاجه اسمها توبنج افكت اف ذا دي ام ستارت ذا ريليز فروم ذا بيجننج. يعني ايه الكلام دوت؟ بص يا سيدي صلى الله عليه وسلم، بص انا دلوقتي انا عايز ايه؟ عايز يكون عندي منتين ريليز، يعني يطلع لي كده ريليز وبعد كده يبدا يحصل لي سستين دي كده. حلو حلو. طب افرض انا دلوقتي بالصلاه والسلام عملت اللي خليت مدخله الاثنين اللي هي الدوز اللي هتديك انترميديت ريليز ودوز المنتين ريليز في نفس الكبسوله، واحده هتشتغل على طول. انا طبعا ازاي بيختلف الريليزنج بتاعي؟ طبعا على حسب اللير، حسب البوليميرام ده وبقى فيها كانها مثلا كذا طبق ايا كان. المهم بالصلاه والسلام لو انا مثلا افرض المنتين ريليز بتاعت الدوز انا مش مظبطاها، طيب انا مش مظبطاها يعني ايه؟ يعني بالصلاه والسلام قمت جيت اديت لك دواء فيها كبسول فيها الاثنين دوز، ومره واحده لقيت حصل عندي بالصلاه والسلام ايه؟ حصل عندي مثلا كده، وبعد كده كل شويه يطلع كده يطلع كده يطلع توبنج، اسمها توبنج يعني كانك ايه توب، يعني جايه كده كل شويه بتطلع سلالم، يعني بالصلاه والسلام هتطلع شويه خلاص اهو، وبعد كده هتثبت، وبعد كده تطلع شويه وتثبت، بعد كده تطلع شويه تثبت. ده نتيجه ايه؟ اهو انت طلعت شويه، ده اللي هي انيشيال اللي اشتغل، بعد كده طلع عندك 200، بعد كده انيشيال لما يجي المريض يكرر جرعه بعديها انيشيال ويطلع، لان بس لسه عندك بواقي. فلذلك انا عايز اعمل افويد لدوت خلاص. يبقى انا لازم احسب ايه؟ احكي الديفرنس بينهم عشان اقدر اقول اللي هو اعمل لي 200 من غير ما اجي اكرر دوز يبدا لي من نفس نقطه الصفر، لا يكون نزل شويه وبعد كده بس يطلع شويه، بعد كده يبدا إيه يعمل لي ايه؟ يكون عندي انترميديت تمام ميديت دي يعني بغريز. يبقى ببساطه ده بعمله عشان افريك توبنج، تفتكر كده توبنج كانك طالع السلم لو انت بدات من البيجننج خالص او في الانيشال دوز، يعني تخيل كده الانيشال دوز عارف بالظبط بدات من حيث انتهى الاخرون، وقفت كده وكده وببساطه ومتجيت بدات من اي من الحته اللي انتهى فيها الاخرون. طيب افرض بقى ما انا ما عملتش ابحاث من الاول، يعني انا لا انا لازم مش ماشي انا دلوقتي بس احمد زويل اخترع الفينتو ثانيه ومش عارف ايه كده، طب ما انا لازم اخد الفكره، يعني ما قلت لك هخترع السنتو ثانيه مثلا حاجه اصغر من الفينتو ثانيه، طب هتخترعها ازاي يا حاجه؟ لازم ببساطه افهم الفكره في ساعه الفينتو ثانيه الاول، يعني لازم انزل سلمه سيكه عشان اقدر اعرف ايه اطلع واظبط البتاع بتاعي. فانا ببساطه هو ده اللي بيحصل عندي عن طريق اقوم جايب الايه الديفرنس ما بينهم. يبقى زي ما انت شايف كده. المهم يعني بس اصلا عشان اعمل اشيفنج وكل الحاجات دي طبعا الريت ان، يبقى انا بظبط الريت ان اللي هو داخل جوه جسمي بيساوي الريت اوت عشان يديني مانتين ريليز. واتفقنا بس دي بتبقى عاده الفيرست اليميشن بتبقى عباره عن الكاناتكس، وده القانون بتاعي طبعا دي تي دي ده هو عباره عن التاو. طيب حلو قوي. في الاخر القانون بتاعي طلع لي ايه؟ لو انت عندك كده there is no up، لو انت ما عندكش بس مثلا building loading dose ما عندكش ايه loading dose، فساعتها هيكون عندك بس يعني ما عندكش intermediate dose، يبقى عندك maintained release بس maintained dose، هتبقى بس مثلا عباره عن الكي في الفي دي في السي بي في التاو اللي احنا لسه قايلين عليها الحاجات اللي بتاثر معاك. طبعا ال sustained release بتعتمد على الكي والvolume of distribution of the ايه of the drug خلاص. طيب جميل جدا. طب الفارماكوكيناتكس اتفقنا بس مثلا دي بتعتبرها بنشتغل عليها ككون كومبارتمنت، واتفقنا الابزوربشن الإليمينيشن ميلي بتبقى فيرست إيكويشن أوردر، وفهمنا إنها فيرست هيبقى بس أصلا مش هتطلع لك ستريت إيه، مش هيطلع لك ستريت لاين بالنسبة لعملية الإيه، بالنسبة لعملية الأبسوربشن. طب إيه كمان بس أصلا زي ما أنت شايف كده السي بي ده القانون بتاعها، لو انت عايز تجيب التركيز في اي وقت في عمليه الابزوربشن بتاعه السستين ريليز، عايز احسب التركيز بتاع البلازما بتاع الدواء اللي جوه البلازما بتاعي في اي تايم، او عامله استخدام القانون الايه العملاق دوت خلاص. طيب ايه بقول لك بس عشان طبعا اعمل ليه دوت؟ عشان اعمل بقى كومباريزن واوريك الكي واشوف مين عندها لونجر تي او تي ماكسيم واقلل التي ماكسيم عند كل غاري دوت. يبقى بص انا ممكن اقارن بين ده وبين ده، ده السستين ريليز عندي هتلاقي مين عندهم اعلى سي ماكسيم؟ طبعا دي. مين عندها اقل سي ماكسيم؟ طبعا السستين. مين عندها لونج ديوريشن؟ طبعا السستين. مين عندها شورت ديوريشن؟ طبعا الرابد. مين بالصصام عندها تي ماكسيم
اكبر طبعا السستيند التايم اهوت عندك، لو نزلت كده هتلاقيه اكبر من التايم اللي هنا. طب اتفقنا التاو دي هي عباره عن ايه؟ دي عدد المرات اللي هناخد فيها الدواء اللي هي التايم انترفل. واتفقنا بالصلاه والسلام القانون اللي انا لسه جايبه لك ده، ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن فيرست اوردر اليمينيشنز، وكمان بالصلاه والسلام اللي هو القانون اللي عندك اللي كان هنا اللهم صل عليك وسلم اللي هو دوت. خلاص ده بيوضح لك ان انا معايا بس منتين ريليز، ما عنديش فيها اي انترميديت ريليز وهكذا، اللي هي اللودنج دوز بس. خلاص طيب ده بالنسبه بالصصام لي الجزء دوت وكل غير دوت. واتفقنا خلاص بالصصام انت عندك الموديل دوت از ليميتد اف ذات. شوف طبعا الموديل ده هيتغير لو انت الابزوربشن عندك زيرو اوردر، لو هو مش بالشكل ده. لو هو زيرو اوردر هيمشي بأني قانون؟ هيمشي بالقانون دوت. خلاص تعرف لي ايه هو القانون، يعني تعرف تميزه وكل غير دوت بالصصام. طب في حاله اللي انت ما عندكش لودنج دوز، ساعتها الدراج هيحصل له ليفل هيطلع بسيء قوي قوي، يعني لودنج دوز شبه الاي في. يعني انا عايز بالظبط اديك بوش، عارف فكره بالظبط ما اجي مثلا صديقك وانت عندك امتحان بكره، بدل ما انت تبدا تذاكر نفس البريلابات وتنزل نفس كل الرغي دوت، لا صديقك وصاحبك هيقوم جاي قايل لك ايه يا عم خلاص انا بس انا هسهل عليك واديك الخلاصه الزتونه بمعنى صح. فانت بدل ما تتعب والافورت بتاع صديقك اللي تعبه قبل ما يفهم المحاضره، لا انت خدت الزتونه وخلاص خلصت الايه الحدوته معاك. خلاص يبقى بيحصل لك بلاتو، ويكون عندك تو بلاتو ويز مينيمم افلاكيوليشن افكت. من الجراف اللي عندها هاي رابد ريليز يبقى عندها هاي سي ماكسيم وعندها تي ماكسيم ايه اقل، لان كل جرعه بتخرج بسرعه قوي، على عكس السستيند يكون عندها سلو ريليز وعندها سي ماكسيم قليله وعندها تايم ايه بس تايم انترفال عالي تي ماكسيم كتير. طب ايه الاخبار الاي يو سي لو جيت سالتك عليهم هنا؟ والله الاي يو سي للاثنين لو هو نفس الدوز يبقى هما بصاصة متساوي. واحد يقول لي ازاي ده المفروض الرابد تبقى اكبر، هقول لك واحده واحده. الاي يو سي دي عباره عن ايه؟ عباره عن اكستند. يعني ايه اكستند؟ يعني هي اماونت ابزوربت بير تايم يونت، يعني عايز اعرف الكميه اللي حصل لها ابزوربشن بير تايم. طب مش هو نفس الدواء ونفس الدوز؟ يعني هنا واخده 100 ميلي جرام وهنا 100 ميلي جرام، بس الفرق الدوزج فورم ببساطه. بما انها نفس الدوز ونفس كل حاجه فاكيد هتديك نفس الايه الاي يو سي، لان هي نفس الاكس. اهو زي ما انت شايف كده الدواء هو طلع، وبعد كده خليته ازاي ثابت؟ قال لك والله بص صل على النبي بسبب انت قبل ما الجرعه تقل، خلاص قبل ما تقل عند المينيمم افكتيف كونسنتريشن بتزود الجرعه. طب ما اثناء ما هي دي نازله كده بتنزل خلاص عندك حاجه بتطلع، فلذلك ببساطه انت كانك عوضت عملت كومبنسيت للكميه اللي بيحصل لها لوز وتطلع تاني. طيب مش انت بس مثلا لو انا جيت وقفت عند النقطه اللي هي مثلا النقطه ديت صح، لو انا جيت شديت لاين كده تمام، النقطه دي عباره عن ايه؟ مش انت عندك اهو الكميه الصغيره اللي اتبقت من اللي كان الدواء الجرعه القديمه صح، وزائد بالصصام الكميه الصغيره ديت خلاص زائد الكميه اللي هي بالصصام الزياده عندي، يبقى انت كده جبت التوتال كلها على بعضها ولا لا؟ جبت التوتال كلها على بعضها، يبقى هو ده اللي انا بعمله معايا. خلاص يبقى اتفقنا ده بيحصل لك رابد لو انت عندك رابد دراج ريليز من غير اي ديلي، وده بيبقى بيرفكت زيرو اوردر اي ابزوربشن. يبقى اللاين بتاع البلاتو ده جه بسبب ايه؟ بسبب الثبات ده ايه؟ معلوماتك القديمه اللي كانت موجوده عندك الحبه القديمه الباقيين زائد الجرعه الجديده اللي عندك. خلاص واتفقنا بالصام اللودنج دوز عامه. لو انت عندك لو انت بالصام كده اي لو مثلا عايزين نحسب الكونسنتريشن، لو انت عندك لودنج دوز مستخدم لودنج دوز ومستخدم معاك مينتيند دوز، يعني انت واخد الاثنين لودنج دوز الجرعه البدائيه اللي هتديك لودنج دوز وبالصام مينتيند ريليز، هتلاقي القانون الكبير البلقي دوت اللي بايه يسد النفس ده. ده بالصام عباره عن ايه؟ اتفقنا اللودنج دوز اول حاجه هتكون عندك فيرست اوردر، طب والمينتيننج دوز هتبقى زيرو اوردر عشان دي بتبقى احسن عندي، يبقى انا عندي اللودنج دوز هتديك فيرست اوردر عشان تطلع على طول، وبالصصام المينتيننج ريليز هتبقى في زيرو ايه؟ زيرو اوردر. طب القانون العظيم ده بيعمل لك ايه؟ اتفقنا هو جمع لك ما بين كل حاجه، ما بين الدوز بتاعه اللودنج والدوز بتاعه المينتين. طيب واحد يقول لي طب انا مش عايزه اوجع دماغي من جوه كل الرغي دوت واشوف الجراف وهكذا، طب واحد يقول لي بس انا عايزه اظبطها، اظبطها لك ازاي؟ قال لي والله انا ممكن اخلي الدواء اول حبايه تكون لودنج. حلو، يعني اول حبايه تبقى لودنج، يعني بس انا اديله حبايه تديني افكت. طب جميل، يبقى وبعدين وبعدين بس سلام اقوم جاي بديله حبايه تاني جرعه، بدل ما اديله حبايه يكون فيها الاثنين اللي هي اللودنج دوز والمينتيننج دوز، لا ما اعملش كده، اديله بس جاست مينتيننج دوز عشان يفضل يكون ايه ثابت عندي. يبقى انا اول حبايه بديها له لودنج، بعد كده افضل اعملها ايه مينتيننج دوز. طب انا مش عايز اعمل كده بس سلام، عايز اعمل له الاثنين يكونوا في نفس التابلت نفس الحبايه، يبقى هعمل بالشكل دوت، والقانون ده اللي بحسب فيه الكونسنتريشن ات اني تايم انترفل. زي ما انت شايف كده بس سلام الجراف اللي عندك، خدت اول جرعه بدات تزيد، واثناء ما هي نازله قررت الجرعه
الجديده اللي بعد كده بس واسنانه هي نازله مفروض اكرر جرعه الجديده لحد ما يديك لاين بلاتو، هو دي بس من تنت ايه ريليس، وممكن اريح دماغي من وجع الدماغ ده والحكايه لسه ايه قايلها لك عليها. يعني الجراف ده بيوضح لك ايه؟ بص يا سيدي صلى نساء، الجراف ده بيوضح لك ان انت دلوقتي معاك في نفس الكبسوله في نفس التابلت نفس الدواء بتاعك حاطط 2 دوز لودنج دوز وبصلا ايه من تنت دوز، ايه اللي حصل؟ لودنج دوز عندك زادت خلاص، واثناء ما هي نازله مين اللي بدات تطلع عندك؟ اللي عندها سلو ريز اللي هي بصلا الايه المينتيننج دوز، فبدات تزيد تزيد تزيد، دي عيني كملت حياتها ونزلت حصل لها ليميشن، دي بدات ايه تزيد، ففي الاخر محصلة عندك بقى عندك ايه عندك البلاتو لاين اللي احنا لسه ايه عارفينه معايا ده. وخلاص عرفنا يعني ايه كلمه توبينج افكت وكل الغير ده بالصوت. انا سلام، انا بقول لك اللي هي الادويه اللي انت بتاخدهاش اكستند ريليز محتاج تقعد كل شويه تجرب الجرعه، مش محتاج اصلا لودنج دوز اللي انت كل شويه بتكرر الجرعه، لما عملت تكرير الجرعه ديت او انت تحط لودنج دوز انت ادي لي التوبنج، فساعتها بص ايه لو انا طبعا لما بعمل كده بقلل الايفكت بتاعي، يعني توبنج هو زاد زاد بعد كده عملت منتين، بعد كده بص لما اجي اكرر الجرعه الجديده اثناء ما بيحصل لي مش اللي هيطلع لك فوق وافضل اعمل كده، طبعا ممكن تؤدي لي ان انا اوصل للتوكسيستي ايه ليفل بتاعي، وطبعا دي حاجه مش كويسه ابدا وانا مش عايزاها. هو ده بص اسمه التوبنج ايه افكت، يعني عماله اطلع ايه كده بالظبط بطلع ايه السلم بالظبط، انا بسلم اطلع كده وبعد كده اثبت، بعد كده اطلع واثبت اطلع واثبت، مش مستنيه يحصل لي ايه اليمينيشن. طب حاليا عملت التوبنج وكله تمام بالايه الساستين دريز وكل غير دوت، المشكله دلوقتي معايا بقى في ايه في حاجه اسمها الدوز دامبنج. يعني ايه بقى؟ افتكر كده الجرعه مره واحده حصلها دامب، يعني دامب كانها انفجرت مره واحده، يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي بصاصه واخد 180 مللي جرام، ده الدوز بتاعتي في تابلت او كبسول او ايا كان، منهم بصاصه عامله 60 تبقى رابيد ريليز، ومنهم بصاصه عامله 200 ريليز تبقى مثلا باقي الجرعه 80 ولا تقريبا 120، خلاص 120 ايه ميلي جرام رابيد ريليز. واحد يقول لي اعملها ازاي؟ اقول لك اختلاف الثيكنس بتاع اللاير، كاني عاملها كذا لاير، البوليمرز اللي انا مدوبه فيه، اختلافات الحاجات دي كلها في نفس الكبسوله، كاني عاملها كذا مقسمه كبسوله مثلا بصاصام او مثلا عاملاها اللي هي من 10 ريليز مخبياها مغطياها بكذا ايه كذا كوتد، فيحصل لها ريليز ايه ببطء. خلاص اما التانيه رابيد لا مش حطها كده، حطها على طول مش مغطياها وهكذا. طب المهم بقى الدامبنج ايه اللي حصل؟ بسبب اختلاف بقى بسبب حاجه باظت ايا كان بصاصام، حصل لي مره واحده ان من 200 جليز بدل ما كان بيحصل لها هي كمان سلو ريليس، يعني 200 جليز ديت بالصنجه في المفروض بيحصل لها سلو ريليس كده صح عشان تديك افكت، لا مره واحده طلعت مره واحده جامد جامد قوي بطريقه فظيعه. فطبعا قال لك ايه دامبنج، يبقى عمليه الدامبنج ديت هي عمليه ايه ارتفاع مره واحده في الدوز بالصوت سام نتيجه ال 200 جليز، فبدا طبعا تاديك ليه اللي انت تروح في الثيرابيتيكال اندكس بتاعك التوكسيك، خلاص توصل لتوكسيك. طيب جميل كده انت بس اصلا عرفتي الفارماكوكيناتكس وعرفتي انا بعملها ليه والغرض بتاعتها ايه وتحسبي الكونسنتريشن ازاي وكل الرغي دوت. فاضل لك اخر جزء خالص خالص هنتكلم عليه البايو فارماسيوتكس، والجزء ده يعتبر بسيط احنا اوريدي قلنا عليه. يعني ايه بايو فارماسيوتكس؟ يعني دلوقتي عايزه ادوي اتفقنا البايو يعني حيوي، يعني له علاقه بالدواء يبقى له علاقه بالابزوربشن، خلاص له علاقه بالجسم بتاعي يبقى له علاقه بالابزوربشن يعني اتاحيه. يبقى تاني بالصوصان بايو فارماسيوتكس، فارماسيوتكس يعني ليها علاقه بالدوزج فورم والدوز والروت اوف ادمنستريشن للدراج بتاعي. ايه هو الروت اوف ادمنستريشن اللي هاخده؟ الدوزج فورم عامله ازاي؟ حطها في سسبنشن ايمالشن تابلت كبسول بالصوصان والدوز الكميه قد ايه؟ هي بقى بتوضح لك ايه العلاقه ريليشن بتوين الحاجات دي اللي هي فارماسيوتكس وبايو، يعني البايو افالابيلتي بتاعتها جوه الجسم. اللي هو ايه البايو افالابيلتي؟ يعني ايه كلمه بايو افالابيلتي؟ يعني اكستند اند ريت، خلاص ده بالصوصان بيوضحه لك، واحنا اوريدي اتكلمنا على الحاجات دي كتير قوي قوي قوي. يبقى انا بركز في الفايف فارماسيوتيك على البايو افيلابيلتي اوف ايه دراج، مدى اتاحيه الايه الدراج، اتفقنا الريت والاكستنت، يعني ايه ده اللي بيوضح لك البايو افيلابيلتي، ورينا فيها كتير قوي 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 في سايت انفكشن، يعني ايه سايت اوف سايت ايه سايت اوف اكشن. اوكي يعني ريت ريت يعني مدى هاو فاست دراج از انتر تو ذا سيستماتيك، السرعه بتاعتي ده الاونست ريسبونس. طب يعني الاكستنت هيقعد قد ايه، كميه قد ايه، هاو ماتش، كم الكميه اللي هتوصل هناك، ودي طبعا بتعتمد على التايم. طبعا مثلا بيقول لك لو انت عندك الحته دي مهمه 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 فور، طبعا بعمل الحاجات دي بهتم امتى يكون عندي بقى افالابيلتي، طبعا ما واخده حاجه اكسترا فاسكولار. طب ليه اكسترا فاسكولار؟ لان قال لك بصصام الحاجات اللي بتاخدها مثلا اي في اللي بتاخدها بصصام دايركت للبلاد مش محتاج تعمل لها بايو افالابيلتي ستادي وكل الراجل دوت، لان دخلت على طول دايركت للدم. المشكله عندي بقى في الناس اللي عندها كارير، الناس اللي عندها بارير كتيره قوي وعندها حواجز بالصوت نفسها، فطبعا انا بعمل عمليه الابزوربشن بيكون امبورتنت فين؟ في الاكسترا فاسكولار، اي حاجه اكسترا فاسكولار
وبالصلاه والسلام هي بيكون مور ايه دوميننت العادي. واتفقنا بقى بالصلاه والسلام ان انت عندك الدارك بيحصل له ريليز من الدوزج فوم، بعد كده يحصل له ديسوليوشن، زين بعد كده يروح للايه سيستماتيك، يروح للتيشيو شويه يحصل له ابزوربشن وديستريبيوشن، وفي الاخر بالصلاه والسلام يحصل له اليمينيشن ويطلع عندي خلاص. ده هي على ايه القديمه طبعا لما يروح للتيشيو دي الفارماكولوجيكال افكت، وده السمري السريع اللي احنا عمالين نعيد نفس الكلام، وان هو بالصلاه والسلام الجول بتاعي اللي انا اخلي الدواء يوصل للسايت اوف اكشن، مهمه جدا يوصل للسايت اوف اكشن، المكان بتاع سايت الاكشن ده اللي انا بكون مركزه عليه وكونسنتريشن معين عشان يديك فارماسيوتيكال افكت. ماليش دعوه خالص بالحاجات اللي بتاخد اي في، اي حاجه اذر ذان الاي في دي مهمه جدا عشان تعدي كذا بارير عقبال ما توصل للسايت اوف ايه اوف اكشن. اول حاجه هنحكي قصه الحكايه بتاعه الرحله بتاعه الدواء، ايه هي بالسامي ريت اوف بروسيس اوف دراج باي افيلابيلتي الدراج ان برودكت. في الاول خلاص انت دلوقتي جوه الاتوبيس، هتبدا بالصصام الاتوبيس دوت هيبدا يطلع منه الناس، فيبدا التابلت بتاعتك يحصل لها ريليس، تبدا تطلعوا من الاتوبيس فحصل لك ريليس يعني ديسنتجريشنز، زين بعد كده بس بقيت سوليد بارتيكل، ممكن تمشي شويه ممكن تركب فيس ايا كان، يحصل لك ديسوليوشنز يدوب جوه الفلويد بتاعتك، زين بعد كده بس الدراج بقى في سوليوشن يقدر يحصل له ابزوربشن بكل سهوله. اتفقنا ابطا خطوه عندي هي دي الريت ليميتنج ستيب. اي فاكتور بيأثر عندك على التاتا ستيب اللي عندك ده، سواء بقى يحصل له ريليز او اللي هو الديسنتجريشن زين ديسوليوشن زين ابسوربشن، كل الحوارات دي بس هيأثر لك على البايو افيلابيلتي، وطبعا كمان هيأثر على الثيرابيتيكال افكت. طيب جميل جدا، ناخد اكزامبل وهتلاقي الموضوع بسيط باذن الرحمن. ايه هي الريت ليميتنج ستيبس بتاعت السيستماتيك ابييرنس اوف ذا دراج؟ يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مين دلوقتي اللي في العيله بتاعتكم مثلا بطيء دراج مثلا بولي فيري بولي ووتر ايه سوليبل، ما بيدوبش اصلا، بيكره الايه السوليبيلتي، ما بيحبش الاكواس. طب بما انه مش هيدوب يبقى معنى كده اللي هيكون عندك ريت ليميتنج ستيب اكيد طبعا السوليوشنز، اللي هو اللي يحصل لك سوليوشنز يحصل له يدوب جوه السوليوشن، فبالصلاه دي ريت ليميتنج ايه ستيب. طب دراج هايلي اكواس سوليبيلتي، اتفقنا عشان لما احنا خدنا الفيزيك وكيميكال بروبرتيز اوف ذا دراج اند بروبرتيز وكل الكلام ده، اتفقنا لازم يكون عندي بالانس، يعني يكون عندي سيرتيان ليميت من الهايدروفيليك او اللي هو السوليبيلتي على الاكواس، وسيرتيان ليميت ان هو يكون بيحب الليميت علشان بالصلاه بيحس يقدر يدوب جوه الجاستريك انتستينال، وبعد ما يدوب يبدا يحصل له يعدي بنتريشن في خلال البوز ديت. بس اصلا انت عندك اتفقنا ان احنا عندنا سيمبرين بيبقى فيه مثلا كارير في بوز ايا كان بين الخلايا فيقدر يعدي كويس خلاص. فبالصلاه لو انت عندك حاجه هايلي سوليبل معنى كده هتفضل قاعده جوه الاستومك، مش هتقدر تعدي جوه البلاد برين بارير او سوري اللي جوه اللبوس اكسام اللي هو الممبرين بتاع الجاستريك او بتاعه الانتستينال او ايا كان، لان هي بتبقى عباره عن فوسفوليبيد يعني عباره عن ليبيد. فزيك ده بالصلاه لو جيت لي ميكس ستيب بتاعتي هي عمليه الايه الابسوربشن او البنتريشن هي هي. طب بالنسبه بالصلاه لو عندي مثلا كنترول موديفاينج ريليز فورميليشن كل الحوارات دي هتاثر عندك على ريت اوف ريليز. ليه؟ لان الكنترول او الموديفايد او الحاجات دي كلها بالصلاه والسلام بتعمل لك ايه الاتوبيس، ومش اتفقنا دي كنترول، انا بتحكم ومعدل خروجكم الكليه ماشيين بليمت معين. طب مين اللي بينقلكم؟ هو ده بالصلاه والسلام اللي هيتحكم عندك الريت ليميتنج ستيب. يبقى الريليزنج بتاع الدرج من دوزج فوق مجاست بس ان هو طلع خلاص هيحصل له ديسوليوشن ويحصل له ديسنتجريشن ويحصل له ابسوربشن خاصه الحدوته، الفكره كلها بس ان هو يتحرر من القيود اللي ايه اللي ماسكاه. طب اذر جنرال روتس اللي يعمل لك برضه ليميتنج فاكتور زي بالصلاه والسلام مثلا لو انت عندك الجي اي تي ايميتنج سمول حركه الاسماء الامعاء بتاعتك سمول انتستين، فيها كده لما احنا قلنا بالصام في الفيزيكو كيميكال بروباتيز او في الفيسيولوجيكال كونديشن مينلي، ان انت عندك بالصلاه والسلام الاستومك ماشي الدواء عقبال ما يبدا يتحرك ولسه هيحصل له ابزوربشن، بيحصل له سيرتيان ابزوربشن لو هو ماشي مثلا بكارير بالصلاه لسه جاي يخش هيلاقي الامعاء بدات تتحرك فزحزحته نزلته في الحته دي، يا عيني البوابات اللي كانت بتعدي كانت هنا. عارف فكره بالظبط، انت ماشي في طابور انت رايح عند مثلا مدام حفاف، ولكن بالصلاه ما لحقتش تقف عند مدام حفاف لقيت حد بيزقك وراك اللاين زقك فردك عند استاذ سيد وانت مثلا ما بتحبش استاذ سيد خلاص. فنفس الفكره عندي طبعا دي بالصلاه هتاثر عندك خاصه اللي هي الحاجات اللي بتبقى انترك خلاص. كل ما يكون عندي الجاستريك ايميتي لحركه الامعاء كتيره بسرعه الجي اي تي كلها على بعض، هي ساعتها الانتريك كود تكون ايه اكتر وهكذا. وطبعا الميتا بلايت برضه بياثر عندك بالصلاه النبات سليم. يبقى ايه الحاجات اللي بتاثر على ميتا الابزوربشن؟ اتفقنا بقى انا عندي الحاجات بتاثر على الابزوربشن والديسوليوشن وهكذا. اول حاجه الدوزج فوق انت هتنقل الدواء بتاعك في ايه؟ اتوبيس باص طياره مركب الاكسبيرينس الحاجات اللي معاك الناس اللي انت قاعد معاهم، هل مثلا ناس محترمه فهتعديك الاول ولا ناس لا ملزقه فهتقعد تمسك فيك وكل ما تيجي تنزل تتكعبل ويقوم شادينك ومقعدينك خلاص. الاكسبيرينس اللي هي الحاجه، اي حاجه تانية غير الاكتيف انجريدينت والمانيفاكتشنج بروسيس عمليه التصنيع، هل انت كابس اوكسي جامد ولا بس عامل لوزي ولا ايه الاخبار عندك؟
اول حاجه هنتكلم عليها بس الدوزج فورم اللي عندي. اتفقنا الدوزج فورم لازم يحصل لها ابزوربشن من الجي اي تي وكولر دوت، والبايو افيلابيلتي بتوضح لك العدد اللي ست. كل ما تعمل يعني مثلا عمليه المانيفاكتشرنج او عمليه بتصنع الدوزج فورم يكون فيها خطوات كتيره، يعني انت مثلا بتصنع عملت من كذا بروسيس، كل ما يكون مور اسمها ايه حسوكه، يبقى كل ما يكون مور ايه هيكون عندك بصان دوزج فورم، هيكون عندك الترنيتد اكتر، يبقى الابسوربشن بتاعتك هتتغير اكتر. يعني مثلا السوليوشن كل اللي انت عملته ايه، حاجه عبيطه قوي، ميه وملح دوبتهم في بعض خلاص، يبقى معنى كده الريت ليميتنج ستيب بتاعتي نادر او ما تلاقي لي ريت ليميتنج ستيب، مش هتلاقيها اصلا لي ريت ليميتنج ستيب غير حاجه صغيره هقول لك عليها كمان شويه. طيب السسبنشن، لا ده انت تعبت سيكه، يعني عارف ظبطت الليفل، عليت الليفل شويه، ايه اللي عملته؟ خليته بارتيكل متعلقه. فاول حاجه البارتيكل محتاجه تطلع من السسبنشن، فده عند ريت ليميتنج ستيب واحده بس اللي هي عمليه الايه، ان هو يتحرر يحصله بس ديسنتجريشن او ديسوليوشن، قصه الحدوته معايا. طيب مثلا زي التابلت، لا ده التابلت ده عملت حاجات كتير قوي، جمعت الانجريدينت وحطيتهم مع بعض وقمت كبست، فاول حاجه محتاج يحصل له ديسنتجريشن، يتفتفت لفتافيت صغيره، بعد ما يحصل له ديسنتجريشن يحصل له ديسوليوشن، يبقى بالصلاه والسلام يحصل له اللي هو ايه يدوب، بعد ما يحصل له ديسوليوشن يبقى اول حاجه حصل له ريليز ديسنتجريشن اند ديسوليوشن، زين هيحصل له اخر خطوه اللي هي الايه الابزوربشن. فعملت التابلت دي كبيره او عملت كذا خطوات، يبقى معنى كده بس ريت ليميتنج هيكون عندك اكتر من خطوه. طيب الكوت التابلت ده انا حاط، طيب بص صلى على النبي، الدواء حاطه جوا تابلت كبسه وعامل كل الحاجات دي، وجيت خبيته كمان بممبرين، يعني جيت غطيته، يا نهار ابيض ده لسه قدامه وقت طويل قوي عقبال ما يحصل له ريليز، محتاج يعدي كذا بريق. عارف فكره بالظبط ايه؟ لما اقول لك انا هحبسك في الاوضه بتاعت الشقه بتاعتك اللي هي ابعد اوضه، اول حاجه وهحبسك واقفل كل الابواب ما بينك لحد ما تطلع باب الشقه، واخوك هحبسه في الصاله، بس مين هيطلع اسرع؟ اكيد اخوك. ليه؟ لان بالصلاه هو جاست انا رميته في الصاله وخلاص خلصت الحدوته، مش هيحتاج غير يفتح باب الشقه ويطلع. اما حضرتك محتاج تفتح باب الاوضه بتاعتك، زين باب الطرقه، زين باب الشقه، فانت عندك كذا بارير، عندك كذا حاجه خلاص. طب الكبسول، الكبسول ده بس انا حواليها جيلاتين ايه لير، يلا نغطي، تعالى بقى عشان ما نلخبطش. يبقى انت عندك اول حاجه السوليوشن دي بتبقى عباره عن ايه بالصلاه، ما فيش ريت ليميتنج ستيب، سهله على طول وعلى طول بتخلص على طول. اخوك في الصاله او اخوك مرميه بره الشقه، يبقى ده بس مش حصل له ايه، مفيش ايه ريت ليميتنج ستيب بتحصل معايا. الايموشن والسسبنشن دي تاني خطوه عندي، هيكون عندها خطوه واحده بس وهنتكلم عليها دلوقتي. الكبسولز احسن من التابلت في عمليه الايه، عندهاش غير بس اتنين ريت ليميتنج ستيب اللي هي ايه، الكبسول ده بتبقى عباره عن جيلاتين، حاجه شبه الجيلي. ايه بقى الفكره بتاعتي؟ بصراحه عندك حاجه شبه الجيلي اوكي، فبصراحه اول حاجه والدواء بتاعي حاطاه كده تحس اللي هو لوزي، لو انت جبت مثلا حبايه اوميجا 3 او جبت اي حبايه بتبقى عباره عن جيلاتين او كبسول، هتلاقي بصراحه البتاع بتاعتها بتسيح بسرعه، الجيلاتين يتكسر على طول ويطلع الدواء على طول. اما التابلت لا، ده انت محتاج تحصل لك ديسنتجريشن، بتكون مكبوسه وتكون بهارد وهكذا. اما بصراحه الكبسول لا، التفله بتبقى حاجه زي لوزي كده، بتبقى ايه معموله عندك. فالتابلت طبعا هيكون عندك اكتر من خطوتين، وطبعا لو انت عامل كوت التابلت هيكون عندك اكتر اكتر من خطوتين. مين اكتر عنده حاجه بايو افيلابيلتي؟ طبعا السوليوشن خلاص، ثم الايمالشن، ثم الكبسول، اقل واحده اللي هيكون عنده بايو افيلابيلتي هو التابلت. زي ما انت شايف كده بس بيوضح لك الدوزج فورم. ممكن السوليوشن يبقى عباره عن ايه مثلا بس بيبقى كولد ميدي مش عارف ايه، يعني بيقول لك الحاجات انت بتستخدمها فيها السوليوشن امتى، السوليوشن اكتر بيستخدمه لحاجات بتاعه الاطفال، الكاف سيرب والحوارات دي كلها، تبقى تلاقي الحاجات موجوده في ايه، في ايه سوليوشن. طيب ايه مشكلتي عندي؟ الابسوربشن بيبقى سريع جدا 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 وبيبقى كامل، وبصصم الديسوليوشن ستيب هو اوريدي ديزولفد، فبصصم ما عنديش اصلا الخطوه دي، فما عنديش ريت ليميتنج ستيب. ممكن الخطوه الوحيده اللي بتبقى ممكن تبقى اعتبرها ريت ليميتنج ستيب بالنسبه للسوليوشن هي عمليه الجاستريك ايه ايميتي. يعني ايه جاستريك ايميتي؟ يعني بصصم عمليه الايه حركه الامعاء، ما هو كده كده هيمشي جوه الايه الانتستين وهكذا، حركه الامعاء دي بصصم ممكن ايه يكون هي الريت ليميتنج ستيب بالنسبه للدراج بتاعي خلاص، يبقى الخطوه المتحكمه معايا عندي. طيب مثلا افرض انا حاطط اسيد دراج، اسيد دراج اول ما يخش جوه الاستومك، اسيد مع اسيد هيديك ايه؟ هيديك ايه؟ انايزد فورم. جميل، يعني بالصلاه والسلام هيديك صوت، هيديك حاجه دايبه؟ لا، كان حاجه مرصبه بي بي تي صغيره، يبقى بالصلاه والسلام هيحصل لك بي بي تي، يعني بي بي تي صغير يعني الصوت، صوت دوت يعني حاجه انايزد، يعني اسيد مع بيز اداك ميه وصوت خلاص، يبقى بالصلاه والسلام حاجه ايه اونايزد. اما البي بي تي دوت يعني بس الاثنين مش بيتفاعلوا مع بعض، فيفضل ايه زي تلكيعه صغننه. يبقى طيب لو هو في هيئه فاين، يبقى ايه واحد يقول لي ما هو
بي بي تي او واخدين في الفيزيكو كيميكال بروبازز او الفيسيولوجيكال كونديشنز، ان لما بتكون حاجه ان ايونايزد هتبقى مور ابزوربد في السمن برين. قلت لك لحد تيرتيان ليميت اوكي، ولكن الفكره كلها في ايه؟ انا دلوقتي بستخدم عشان الدواء يعدي ما بين الخلايا خلاص، مش هنا في بور يعني هو بستخدم لازم يكون ليه حجم معين، ما مش هجيب لك مثلا حاجه ان ايونايزد ولكن بارتيكل سايز بتاعها كبيره وبالكي واقول لك دي هتعدي ويكون عندها هاي باي افابيلتي، لا قلت لك لازم تبقى فاينلي ديفايدد. يعني ايه فاينلي ديفايدد؟ يعني بستخدم يكون صغننه علشان تبقى ان ايونايزد، وعارف انها بي بي تي غواصب اوكي ولكن هتقدر تعدي، وبالصوصه هتبقى في تقدر تعدي ما دام مثلا جبت هو حجم البور الحته دي، حجم الطريق الحته دي، ينفع اقوم جايبه دبابه ومشيفها في حته الطريق الصغنن ده؟ لا، يبقى لو جبت حاجه كبيره مش هيحصل لها ابسوربشن، فلذلك لازم تبقى فاينلي ديفايدد، دي مهمه، ساعتها هيحصل لك رابيد ديزوليوشن ومش هيكون عندك اي مشاكل في عمليه الابسوربشن. طب لو انت عندك بور سوليبل درج حاجه ما بتدوبش، طب هساعدها ازاي انها تدوب؟ احط حاجه كو سولفنت زي الايه؟ زي اللي هي فاكرين الاكزير كنت بحط ايه؟ الكحول، او ممكن احط جليسول عشان الحاجه تحسن لك عمليه الاذابه، فده اسمها كو سولفنسلي، يعني باستخدام حسنت الايه الميكتشر اللي عندك. تمام، امتى الجا مثلا الكو سولفنس ديت؟ حاجات هاي ميلتنج بوينت نون ايونيك التايدي كريستال ستراكشر. يعني ايه تايدي كريستال ستراكشر؟ كريستال باستخدام جامده كده ملزقه مع بعض، عارف لما تكون انت لابس حاجه ضيقه قوي 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 خلاص وهتفرقع منك، هي دي بالصلاه والسلام الكوزولفنس، ده بيساعدك كانه بالظبط بدل ما انا واحد بس ما ادخل، يعني مثلا انا دلوقتي عايزه البس بلوزه هتكون ضيقه جدا 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 عليا، بدل ما ادخلها لوحدي لا هنادي ايه اصحاب إيه مثلا اختك ومامتك ومش عارف ايه يلا ايه احشروا فيا، فبالصلاه بدخل، فالكوزولفنس هيساعدك في عمليه الايه عمليه السوليبيتي وهكذا. طبعا ايونيك نفس الفكره نون ايونيك، والهاي ميلتنج بوينت لو هتكون حاجه عندها هاي ميلتنج بوينت هتساعد ان يحصل لها كوزولفنس احسن وضوابها ايه احسن. طب ده بالنسبه للسوليوشن، ايه اخبار السسبنشن؟ اتفقنا مين الريت ليميتنج ستيب؟ هي الديسوليوشن ستيب. يعني ايه السسبنشن؟ ده عباره عن بارتيكل سايز متعلقه في الهواء، فطب الريت ليميتنج ستيب هو اوريدي ريليز وكل حاجه تمام وديس انتجريتد يعني بارتيكل صغيره، يبقى الريت ليميتنج ستيب هي عمليه الديسوليوشن اللي البارتيكل دي يحصل لها ديسوليوشن عشان يحصل لها ابزوربشن وخاصه معايا الحدود خلاص، يبقى بالظبط سلام الديسوليوشن هي الريت ليميتنج ستيب. تمام طيب طيب الدوزج فورم اتفقنا بالظبط سلام هي الديسوليوشن، ايه الحاجات اللي بتاثر عمليتها الديسوليوشن والابزوربشن؟ البارتيكل سايز طبعا لما يكون بارتيكل سايز كبير فلا هيحصل له ديسوليوشن قليل لان السيرفيس اريا قلت، اما بالعكس لما يكون بارتيكل سايز صغننه هيحصل لها ديسوليوشن بسرعه لان زودت السيرفيس اريا. كريستال فورم ايه اخبار؟ هو ستيبل ولا ميتا ستيبل ولا امورفس ولا ايه؟ اتفقنا بالصوص من الحاجات اللي بتبقى كريستال فورم اللي بتبقى كريستال خلاص بتبقى كريستال بتبقى مور ستيبل مور ستيبل هايلي ستيبل ولكن ليس سوليبيتي، وطبعا دي حاجه انا عايزاها اصلا ديزايرد في السسبنشن، يبقى انا السسبنشن بعمله فايت ايه؟ فايت كريستال. طب اشمعنى كريستال؟ قال لي عشان هيكون مور ستيبل، انا عايزه يكون ستيبل ولكن هيكون لسه ستيبلتي اوكي، ما ده سسبنشن يعني حاجه متعلقه يبقى انا مش عايزاه يكون دايب، انا مش بعمل سوليوشن، فدي حاجه حلوه عندي، وقللت الايه الكريستال جروس اللي هو بصصام الكلكعه اللي عندي. تمام الامورفس اتفقنا امورفس، الفرق بين الامورفس والكريستال فورم ايه؟ الامورفس ده ما لهوش شكل، فافتكر كده هو بيبقى بصصام سلام عندي هايلي سوليبل دايب جدا 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 و لس ايه بي بي تي. طيب الفسكوستي لو انت بتستعمل الفسكوس بتاعتك لازم تكون ليها فسكوستي معينه رينج معينه، ما تكونش تقيله قوي 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 فما يحصلكش اصلا ديسوليوشن اللي هو السسبنشن مش قادر يتحرك، ولا خفيفه قوي 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 وتكون ايه وحشه. السرفاكتنت السرفاكتنت اتفقنا دي عباره عن حاجات بحطها عشان تحسن لك الايه بالصلاه والسلام عمليه الايه السوليبيتي وهكذا خلاص، اللي هي تخليها تعمل لك ميسلز كونسنتريشن وكل الرغي دوت اوكي. طيب الكبسول ايه اخبار الكبسول؟ الكبسولز عنده ايه؟ عنده خطوتين في غايه الميتال ستيب، عمليه اللي هو يطلع اصلا من الدوزج فورم والديسوليوشن اللي عندك. فمثلا هو بيقول لك الريت ليميت ستيب ريت اوف الديسوليوشن اوف دراج فورم تابلت، هي عباره عن ايه؟ اللي هو يطلع يحصل له ديسنتجريشنز او ديسوليوشنز من الكبسول جيلاتين الجيلاتين اللي محوطه ويقدر يعدل لك البنتريشن يحصل له ابزوربشن. يبقى انت عندك تو ريت ليميت ستيب للكبسول، ايه هو؟ اللي هو يطلع من الكبسوله يتحرر منها وبالصدفه يحصل له ابزوربشن يعدل من ايه؟ مش جاستك انتستينال. قال لك البارتيكل سايز والسيرفيس اريا والريت اوف ديسوليوشن كل الحاجات دي برضه هتأثر معاك، الكريستال فورم برضه وفي الدراج هتأثر معاك، طبيعة الدراج هو هيدروفيليك ولا لايبوفيليك هتأثر معاك، كل الحاجات دي بتصصا بت ايه؟ بتأثر معاك، الناتشرال الكواليتي بتاعت الديولنت اللي انت حاطه، اللابريكانت الويتنج ايجنت الاكسبيرينس، التايب اوف كونديشن اللي انت عامل فيها، الباكجينج تنسي اوف ذا كابس اوف كابسول كونتنت، يعني ايه بالصلاة والسلام؟ يعني الكمية البودر اللي انا حاطاها مقارنة بحجم الكبسولة كلها، انا حاطط كمية قد ايه؟ مثلا حاطط الكبسولة حاطط شوية بودر ومخليها تحوط كبسولة كبيرة ولا ملزق وبالصلاة كابس الكبسوله، يعني لو حاطط كميه كبيره قوي من البودر بتاعتي جوه الكبسوله خلاص، في كل الحاجات دي بتاثر عندك على بالصلاه عامل ايه على الكبسول. نوت اولويز كبسول ابيتر ذان ايه تابلت، طبعا مش تملي يكون عندك يكون احسن في عمليه الابزوربشن بالنسبه للكابسول تابلت، هي يعني على حسب الكومبريسد ايه
الفورس بتاعتك. خلاص this will reduce the effect of surface area. تخيل كده الكبسول انا كبساها جامد قوي، طبعا هتقلل لك الايه بالصوص السيرفيس اريا، فما تقلل لك السيرفيس اريا يبقى تقلل لك البايو افيلابيلتي وتقلل لك عمليه الابسوربشن وهكذا وان سو. طب افرض الدراج عندي هيدروفوبيك، بص يا سيدي صلي على النبي، عايزك تتخيل حاجه، الكبسوله بتاعتي خلاص، الكبسوله بتاعتي لو انا حاطط فيها، لو انا حاطط فيها بالصوت النبي سلام حاجه تبقى لايبوفيليك او هيدروفوبيك، هيدروفوبيك يعني حاجه ما بتحبش الميه وانت حواليها كل ميديم ميه، فهتلاقي الحاجه دي ما بتحبش الميه هتلاقيها جمعت كده حوالين نفسها ومكلكعه. وبص بص عارف بالظبط فكره لما تكون انت ناس تحس ان انتوا مضطهدين في وسط شله معينه، فتلاقي كده كاشش ومش قادر تتكلم ومش قادر تعبر عن رايك. فبصراحه هي اهي هتكون الحاجات جوه، لو انا حاطط الدواء بتاعي جوه كبسول وبصراحه هو هيدروفوبيك او لايبوفيليك هيكون كاشش حوالين نفسه، وهيكون الديسنتجريشن بتاعه او اللي هو يحصل له ديسوليوشنز يطلع من الكبسول والتحريك بتاعته من الكبسول للناس الوحشه اللي حواليه وكده صعب قوي 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 تمام وتقيله. طيب لو تخيل بقى الكبسول بتاعي انا حاطط فيها الدراج بتاعي هايلي هيدروفيليك، هيدروفيليك هيدروفيليك اه، وهو بره فيه هيدروفيليك، عارف فكره بالظبط، انت بكون بقى رايح في مكان انت بترتاح مع الناس اللي فيه وكده تلاقيك رايق قوي 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 قوي. يعني انا مثلا شخصيا من الناس هتلاقيني رايق مع الناس اللي بحبهم، الناس اللي يعني مش معنى ما لناش كلام مع بعض او بالظبط مش الطف حاجه مثلا علاقه او كده، لا هتلاقيني ساكته خالص ويقول عليك انك هاديه ولطيفه ومش عارفه ايه، وانت اصلا في الحين انت مش كده خالص، انت شعنونه ومجنونه وكل حاجه، ولكن الفرق اللي انت ايه مش مرتاحه في الميديا اللي انت فيه، مش قاعده مش مرتاحه في القعده اللي انت قاعده فيها. فانا الكبسولز بتاعت الباودر بتاعي نفس الفكره، انا حاجه هيدروفيلك والجي اي تي عباره عن هيدروفيلك حواليها وكده كتير، فبصراحه عايزين ايه عايزين بقى يقابلوا اصحابهم، عايزين يقابلوا حبايبهم، فيبدا يحصل ايه تضغط على الكبسول، تضغط على الكبسول، تضغط على الكبسول، فيحصل لها ديستربشنز تتفرقع الكبسولز، فيحصل لك ريليزنج اسرع، فيحصل لك ديسوليوشن اسرع واحسن. هو ده بصراحه بيقوله لك. طب انا دلوقتي بقول لك على مين، على هيدروفوبيك، هيدروفوبيك يبقى بصراحه محتاجه احط ديسبيرسنج ايجنت عشان بصراحه يحصل لها ايه، عشان تقلل لك الاجريديشن، تقلل التجمع بتاعتك وتخلي لك تزود لك السيرفيس اريا وتقلل لك تعمل لك سبيس للباودر. اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي التابلت، وزن اخر حاجه بعديها اللي هي قوه التابلت. المهم ده بس اتفقنا التابلت ده هو عباره عن ايه، ده اكتر حاجه بتبقى كومن عندي، ولكن مشكلته اللي هو عمليه الديسنتجريشن وكل غير دوت، وكمان الكومبريست بتاعتي، الكومبريست المكنه اللي بعمل فيها كومبريشن بضغط عليها تاثر طبعا على الريزنج والسيرفيس اريا وهكذا. يبقى الريت ليميتنج ستيب بتاعتي بالصفه بتاعت هي ايه الديسنتجريشن اللي هو يتكسر، هي دي الريت ليميتنج ستيب اللي بالنسبه للتابلت. ان فيترو ديسنتجريشن تايم، خلاص عايز اشوف بالصفه التايم اللي هياخده عشان يحصل له ديسنتجريشن لما جربته بره خلاص مش جوه الفيفو، از بروبوشنال تو سيركم بوست فورس طبعا والهاردنس اوف ذا تابلت. تخيل كده التابلت انا حطها كبسها حته كبسه ضغطه عليها ضغطه جدا، هتاخد وقت طويل عقبال ما يحصل لها ديسنتجريشن، يبقى انا كده لو حتى المريض خدها وبس مظبطه كل الدوز ومظبطه كل حاجه خدها وهي كومبريسد قوي قوي قوي، يبقى بص سامع هتاخد وقت طويل جدا 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 ما يحصل لها ديسوليوشن او ديسنتجريشن، وفين وفين ممكن ما تداش افكت، ممكن تطلع تي 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 زي ما روحت زي ما جيتي وما حصلش اي حاجه عندي. فلذلك الوقت الكبسه طريقه الكبسه اللي انا كبسه فيها هتاخد وقت ايه طويل، عارف فكره بالظبط بص سامع، واحد لما يكون حاطط تحت ضغط جامد قوي 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 فين فين وفين، ولما يحصل له يتعافى من الموضوع، حط تحت ستريس او ابتلاء كبير قوي. واحد لما يكون ابتلاءه بسيط يعني ربنا يا رب يرفع عننا جميع الابتلاءات يا رب، طبعا بس هيحصل له تعافى اسرع من التاني اللي عنده ابتلاءات ايه كتير. الكوتد ده انا حاطه بارير مزوداه اكتر واكتر، يبقى محتاجه اكسر البارير، بارير ممكن تبقى فيلم كوتد، شوجر كوتد، انتر كوتد. وبص ايه الفرق بين الكوتد دي كلها، عندك الفيلم كوتد بعملها عشان تعمل لك بروتكشن، احسن لك الابيرنس كل الرغي دوت. انتر كوتد اتفقنا انا عايزه اخليها كومباي اوفربيتي في مكان معين خلاص، يعني في الانتستينال تبدا تفتح عندي بس، ما بص مش عايزاها بس اصلا تفتح في اي حاجه تانية غير في الانتستينال. اتفقنا بس ممكن احط اكسبيانس مثلا زي جريدلاند اللي هي حاجه تزحلق عشان تعمل لك فلو للبودر والكلام ده وما يكلكعش فيه الايه بس سلام، ده بيقول لك اهميه يعني الكوتينج خلاص، وما يكلكعش فيه الاجهزه اللي هي الايه الجريدلاند وهكذا. انتر كوتد خلاص عرفنا ان احنا بنعمل لها ديسوليوشن وكل الحوارات دي بس سلام. انتر كوتد ده بتفضل ريمين كونستانت او انتاكت ان ذا ستومك، وبستخدم فيها الشلك او الكاب اند سو اون. خلاص دي بتبقى بور اند اركت باي افيرابيلتي، يعني الرغي دوت بصصه يعني بتبقى الباي افيرابيلتي بتاعتها مختلفه كل مره، يعني انا لو خدت حاجه انت كوتد كل شويه هتديك باي افيرابيلتي مختلفه، مش ليها نفس الكونستنت ايه باي افيرابيلتي، نتيجه ايه انها بصصه الكود بتاعها ممكن يختلف في عمليه المانيفاكشر بتاعتها وتختلف، وكمان بصصه الاكسبيرينس اللي انا بكون حاطاها عندي، وغير كده وكده بصصه انها ما بتفتحش غير بس في ايه الانتستينال. السستند ريليز اللي اهميه السستند ريليز تبقى حاجه ممتده المفعول، الدفانه بتبقى لسه انا بقلل عمليه الفريكوانس اللي انا اقعد اكرر الجرعه بتبقى احسن
سن وتقلل لك الفاريشن في البلازما ليفل. المشاكل بتاعتها انها بتبقى بتكون محتاجه لارج دوز عشان تبص تبقى سستين. يعني انا دلوقتي بص عايزه يكفيني محصول السنه دقيق عيش، يبقى انا لازم هكون مخبيه كميه مثلا دقيق كتيره قوي 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 عشان ما اقعدش كل شويه انزل واقعد اسحب وهكذا. طبعا دي بتبقى ممكن تؤدي لارج توكسيك لو انا زودت الدوز قوي، وبصوا سلام بقى طبعا اكسبنسيف. الاكسبنس بقى كل بتاعتي اتفقنا اللي هي الحاجات اللي بتبقى نون اي بي اي اي بي اي، يعني حاجات مالهاش علاقه بالدراج برودكت. هي الاكسبنس اهميتها ايه؟ تحسن لك المظهر، تحسن لك الفيس، يوريكال بروتيز، تبقى تعمل لك يونيفورم للكومبيشن بتاع الكومبوزيشن بتاع البتاع بتاعك بتاع الدواء والتابلت وهكذا، والدوز جي فوم بتاعتك تعمل لك فاي اوف بيست ايه تحسنها لك. الاكسبنس كل غير دوت دي الديولنت ده بصمي حاجه بتعمل لك دايلوتد، يعني كاني بالظبط بخفف الحاجه بتكبر لك الحاجه، هي والفيلر البانجرز تلزق الحاجه، جريدنج ايجنت، جرانيوليتنج، كل الكلام ده بس احنا اوريدي اتكلمنا عليهم قبل كده. والبفرنج عشان تحسن لك بفر كاباسيتي ان سو. طيب بقول لك زي كان بي انفلونس، طبعا ممكن الحاجات دي اللي حاجات اللي افرض انا دلوقتي مثلا بستخدمها حاجه بايندر سترونج بايندر جوه التابلت، طبعا هتاثر لك على عمليه الديسوليوشنز كيناتكس اوف صدرك، هتاثر لك على عمليه الالتيميت الريليزنج، طبعا كل الحاجات دي هتاثر معاك وتاثر لك كمان على الرياكشن ويز ايه ويز دراج. طب ازاي؟ مثلا عندك زي سسبندنج ايجنت، سسبندنج ايجنت لو انا حطيته بكميه كبيره، يعني سسبندنج ايجنت يعني تخلي الحاجه معلقه، دي بتزود لك الفسكوستي. لما تزود لك الفسكوستي يبقى معنى كده بص انا زودت الفسكوستي، كاني بالظبط ماشي في وحل، عارفين الكرتون لما تلاقي واحد ماشي في وحل على الارض مش قادر يتحرك، فالدراج بارتيكل مش قادر يحصل لها ديسوليوشنز، يبقى انا قللت الديسوليوشن، فلازم يكون عندي سيرتين ايه ليميت من الحاجات الاكسبيرينس اللي عندك. طبعا دي الاكزامبل، بتقلل لك الاكستند وتقلل لك الباي افيلابيلتي والحوارات دي كلها بالصصام، وبتبقى مش احسن حاجه وتقلل لك الابسوربشن. الليبريكانت ايه اخبار الليبريكانت؟ الليبريكانت يعني حاجه بتحط حاجه عشان اشحمها، مغنيسيوم سيتريت بلا بلا بلا، دي تعمل لك ريبل مع الوتر، يعني اللي بتبقى حاجه زي الزيت، انا بشحم بايه؟ بزيت بحاجه سمنه وهكذا، فتقلل لك طبعا الديسوليوشنز لو انا خدتها بكميه كبيره. الكوتنج، الكوتنج ده بس بقلل لك برضه ريت اوف الديسوليوشن، فين وفين انا مغطيه حاطه كذا باب من ايه من اوضتك لباب الشقه، فبص اصلا محتاج تفتح اول باب وتاني باب ان سو اون. السيرفاكتنت اتفقنا بس على حسب الكونسنتريشن، لو انا حاطه في لو كونسنتريشن هيقل لك السيرف ستنشن فيزود لك الديسوليوشن وحاجه كويسه، طب لو حاطه في كميه كبيره بدا يكون لك مسز فيقلل لك كان بالظبط عامل زحمه، فبص اصلا قلل لك الديسنتجريشن خلاص الديسوليوشن ان سو اون. كل الحاجات دي بص احنا اوريدي ايه عارفينها. مثلا حاجات بتغير لك في الميديم بتاعتك، السراوند بقى مش بتغير في التابلت ذات نفسه لا بتغير لك في الميديم، زي البي اتش اتفقنا اسيد مع اسيد هيديك بي بي تي على حسب البارتيكل سايز، لو هي فاين باودر سايز هيحصل لها بس بسرعه، طب لو هو بيز في علم حاجه بيز هيديك سولت، والسولت ده بس بيبقى ايه هايلي ايونايزد هايلي ديسوليوشن ايه رياكتيف، فمش ممكن هيكون ديسوليوشن كويس ولكن مش هيحصل له ابسوربشن كويس خلاص، لان هو بيبقى بس عباره عن ايه سوليبل، ممكن يحصل له بي بي تي لو هو فاين باودر ساعتها يحصل له ايه بس ري ديزولفد ايه اجين اند سو. ده انت شايف كده ده بيوضح لك الفرق بينهم. الاكسبيرينس انتاكت انتاكت انتر اكتد دايركت ويز اوف ويز دراج، حاجات ممكن تعمل لك تتفاعل دايركت مع الدراج خلاص، تخليك بقى بس زي التترا سايكل مع الكربونيت، هيديك التترا سايكل كربونيت ده بيبقى بس كالسيوم كربونيت ده بيبقى حاجه انسوليبل، طبعا يبقى عندك لو ديسنتجريشن وروبور بايو افابيسيا اند بور ابسوربشن. كل الحاجات دي بس زي ما انت شايف كده حاجات بتزود لك السيبيتي، حاجات بتقلل لك بتزود لك الريتنشن تايم بتاع الدراج اللي هو المده يقعد فيها، الكارير، كل الكلام ده بس ممكن ياثر على عمليه الابزوربشن. في حاجات بتبقى نون انتندد نوت انتندد، يعني انا مش حاططها بمزاجي، لا ده حاجه مش مقصوده بمعنى اصح، يعني الحاجات دي مش علينا خلاص بالنسبه لجامعه القاهره، بس انا بشرحها عشان لو حد في اي جامعه تانية استفاد باذن الرحمن. اللي هي مغنيسيوم سيترات اتفقنا ده ليبريكانت هيزود لك، لو انا زودت الكميه بتاعته يبقى يقلل لك الايه، افتكر كده ليبريكانت يعني حاطه حاجه زيت حاجه مشحمه ماشيه جوه ارض واعره، فبص اصل هيحصل لي ديسنتجريشن هي ايه هيقل وهكذا. مثلا بص اصل عامله فورمولاشن، الفورمولاشن بتاعتي مثلا مستخدمه التالك، التالك دوت بص اصل بيعمل لك ادزورب للفيتامين الاوت بريك بتاع الفنتولين، الفنتولين كل الكلام ده مثلا بستخدمها لاكتوز ادزولينت اند سو اون، ده بيوضح لك الاسباب بتاعتها ببساطه نفسها. اخر حاجه بقى نتكلم عليها فاكتور اللي هي مانيفاكتشرنج بروسيس، اتفقنا عمليه الايه التصنيع ذات نفسها خلاص، احنا عرفنا الدوز دي فورم بتاعتي انا حطاها في ايه، وعرفنا الاكسبيرينس بتاعتي ممكن تاثر زي وخدنا اكزامبل بتاعتها. اخر حاجه نتكلم عليها المانيفاكتشرنج سواء بقى تابلت او كبسول. لو انت عندك تابلت ده الميثود اوف ايه الجرانيوليشنز، انا حاططها في جرانيول ولا كومبريسد فورس، ايه الاخبار بتاعتي؟ هل انا حاططها في جرانيول صغنونه ولا بس مكبسها كبسه كبيره؟ الكبسولز هل حاططها بس الانترست بتاعت الباكجينج، هل الكبسوله ديت مليها كلها بودر ولا مخليها لوزي
خلاص. فعلى حسب اللي عندك، ايه اللي بقول لك الميثود اوف جرانيوليشن ان ذا تابلت، هيبدا بقى يقول لك يفكرك بالحاجات اللي انت خدتها قبل كده. لو انت عندك اجريجيشن ويت ميثودز ودراي ميثودز، الكومبريس طبعا بتاثر، لما انت تزود الكومبريس يبقى التنستي بتاعتك هتزيد، يبقى معنى كده البور الحجم اللي انت دلوقتي بتسمى دوست جامد، ضغطت جامد فبقيت مكبوس، فبتصنع مكبس ما بقاش عندك بورز، المفروض بيكون عندك بورز كده من هوا. فلما يكون ما عندكش بورز فانت مش قادر تخلي السولفنت يخش ما بين الخلايا، عارف فكره ايه؟ لما اجيبكم في مدرج ضيق جدا 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 وادخل 100 واحد، فانتوا ما بقاش في بينكم مسافات، فمش قادرين مش طايقين ملزقين ايه في بعض، هي نفس الفكره. فقللت، لو انا جيت مثلا حاولت ادخل اي حاجه في النص، او انا حبيت امشي ما بينكم مش هقدر امشي، نتيجه ان انا قللت البنتريشن بتاع السولفنت نتيجه الكبس اللي انا منعت فيها الايه البوس. خلاص كل الحوارات دي بتستعمل للابريكانت وهكذا، فبقت مور هاردنس طبعا، الديسنتجريشن تايم هيزيد والتابلت ديسوليوشن هيقل عندي جدا جدا جدا. طب بالنسبه للكبسولز اتفقنا، بس لو انت عندك هاي باكجينج خلاص هتعمل لك انهبيشن للديسوليوشن، لان انت برضه عامل زحمه كبيره وكل دوت. بس تمام، عمل الديسوليوشنز في الفلويد بتاعتي بتبقى تايدي فيلد كبسولز، هتديك هاي بريشر. لما بس يكون عندي كبسوله مليانه قوي قوي تايدي يعني ضيقه ومليانه برضه كتيره قوي، هتديني هاي بريشر، وسيحصل الله يحصل لها تفرقع خلاص، ما تصدق تخش جوه الاستومك وتفرقع، وتديك بس ايه وتديك بس ايه وتديك الكونتنت دي اللي هي فاكر الحته اللي انا قلت لك عليها اللي هي الهيدروفيلك، احنا اوريدي شرحنا الهيدروفيلك. لو انا عندي هيدروفيلك دراج حاطه جوه كبسوله هيفرقع مع الكبسوله لان دخل في الجي اي تي فهلاقي اصحابه وكل ده. طب لو عكس صحيح، لو انا حطيت حاجه هيدروفوبيك، يبقى ان جنرال البايو افالابيلتي اوف دراج بتختلف من الدوزج فورم على حسب اتفقنا. خلاص ده الترتيب بتاعي، اول حاجه عندي بالساين سوليوشن الايمالشن والسسبنشن، الجيلاتين سواء بقى سوفت وهارد، التابلت والكوتد والانتريك، واخر حاجه السستنت ريليز والكنترول ريليز. وده بيوضح لك تاني الخطوات بتاعتك. لو انت عندك كومبريس تابلت هيحتاج الاول يحصل له ديسنتجريشن زين ديسوليوشن زين ابسوربشن، تحول لسوليوشن يبدا يحصل لك ابسوربشن ويروح للبودي. لو انت عندك بالساين مثلا فاين باودر صغننه قوي 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 هتبدا بالساين يحصل لها ديسوليوشنز ماشي، وبعد ما يحصل لها ديسوليوشن يحصل لها ابسوربشن. طب لو انت عندك جرانيول، الجرانيول دي لازم يحصل دي اجريجيشنز يعني او سوري يحصل لها ديسوليوشنز دوب وهكذا. قال لك بص يا، انت ممكن فاير باودرز لو انا بص يا عملت لها دي اجريجيشنز يعني اجريجيشن يعني متجمعه على بعضها، خليتها تبعد عن بعضها، فخلينا عملت لها ديسوليوشن وهكذا، فبدا يحصل لك ابسوربشن عادي جدا. يلا يا حلوين نشوف بالظبط فاهم ايه ازاي بيحصل لي عمليه الابسوربشن للدواء بتاعي. انت شايف كده من اول ما خدت الحبايه بدات تروح في الاستومك، الاستومك عندها جي اي تي، بعد كده نزل عندها جاستريك يعني وهكذا. فبالظبط فاهم هتبدا الدراج يبدا يروح في الانتستينال على حسب انا عاملاه مصنعاه ازاي. الاستومك والليفر هتبدا تطلع لك انزيم عشان يحصل لها ديسنتجريشن وبلا بلا بلا وكل الكلام ده بالظبط. انا بعرف ده صوت وسلام، انت شايف كده خلاص. المهم الفكره بتاعتها ازاي بيحصل لي كل الميكانيزم ده سبحان الله. هل انا بقى مصنعه انتريك، هل انا مصنعه انترميديتد؟ طبعا ده بيوضح لك الاي في ده بيخش على طول دايركت البلاد، ما فيش اي مشكله معايا خالص خالص، ده على طول دخل على طول الاي ام نفس الفكره، ولكن بالسيستم هيوصل يعني محتاج يعدي بلاد بريبير شويه، محتاج يعدي يسوي البلاد كابيلاري خلاص وهكذا. على عكس يعني مين المسكين بتاعنا الكبسول خلاص. ايه بقى الحاجات بتاثر عندك عمليه الديسوليوشنز؟ السيرفيس اريا، الكوتد بتاعتك شايف الدواء عمال ازاي يتفتفت وهكذا على حسب السيرفيس اريا اللي عندك. البلاد فلو ماشي، دي حاجه تبع الفيسيولوجيكال كونديشن اللي موجوده عندك، وريدي اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت او قبل اللي فاتت. الليبيد سوليبيليتي، ايه اخبار الليبيد سوليبيليتي؟ هي ايه الدواء بيتعدي من الاستومك لل اللهم صل عليك وسلم للبلاد خلاص، الاسيديك، البي اتش، الالكلاين، كل ده. طيب اهو دواء فيديو تاني هيوضح لك الجماعة كل المحاضرة ايه هي ريت اوف ابزوربشن، اتفقنا ليها علاقة بالبرولونج اكشن، عايزة ممكن اخليها سستيند ريليز. دلوقتي بتكلم عن انتريك خلاص، ممكن بس انا اخليها سستيند ريليز فتكون عندي سلو ابزوربشن عشان تبقى برولونج اكشن تبقى مدة كبيرة، وممكن اخليها فاست ابزوربشن على حسب انا عايزة اعملها ايه. فالموديفاير بتاعي اللي انا اغير فيها، ممكن اخليه سلو ريليز، ممكن اغير في الفسيولوجيكال كونديشن او فيزيكال بروبرتيز، كل ده بس سام ايه عندي اهو زي ما انت شايف كده. ده اللي هي التارت تابلت، وده الاي في ده بيوضح لك الديفرنت دوزج فورم بتكون موجوده عندك، واكيد هيحصل لها ابسوربشن بطريقه مختلفه وريت معين. اول حاجه عندك بس مثلا الجاستريك اسيد موجوده جوه الاستومك، جيت حطيت على التابلت بدات تعمل لك ايه، بدات تعمل لك شويه ديسنتجريشن. طب لو انا مغلف التابلت بتاعي بكود معين هينزل اللي هو الانتريك كوتد، مش هيحصل لي اي حاجه، وبالصن زي ما انت شايف كده الجاستريك اسيد ما اثرش عليك وما حصلوش ابسوربشن غير فين، جوه الانتستين بس. طيب هبدا بقى اقول لك مثلا السسبنشن، عندك حاجه زي السسبنشن بس سام دي كده الاكزامبل اللي هتبقى عندك. المهم هيتحكم حاجه عندك سلوريز وبول بولونج ريز، انت ما عندكش الاكزامبل دوت بس افهم بس الكونسبت العام، حاجات بتبقى رابيد اكشن وحاجات بتبقى بس سام سلو اون سيت وهكذا.
اللهم صل وسلم بلود فلو لما يقل طبعا هيقل لك عمليه الايه الابسوربشن. اوكي وكده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يسمع بعدها ابدا. محاضره النهارده خلصت، وبنهايه محاضره النهارده يكون كده المنهج خلص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل هذا من فضل ربي، الحمد لله والشكر لك يا الله. كده المنهج خلص الحمد لله، وقدرنا نخلص منهج الفارماكوكيناتكس. سامحوني جدا 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 على تقصيري معاكم، بس ربنا اعلم بكل حال كل واحد، وبعتذر ليكم حقيقي. وربنا يا رب يصلح احوالنا ويسعدنا وييسر لنا كل صعب ويوفقنا باذن الرحمن ان شاء الله باذن الله. ويا رب اكون قدرت اساعدكم واسهل معاكم منهج بسيط ان شاء الله باذن الله. نحاول نعمل ريفيجن ربنا قدرنا لو لحقنا باذن الله، لو ما لحقناش يبقى ربنا يا رب يسعد ايامنا ونطلع جميعا مجبورين الخاطر. وباء 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 بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، ما تنسوناش من صالح دعواتكم فنحن في اشد الحاجه للدعاء، والاهل والاصحاب وكل حبايبي باذن الرحمن، ولكم المثل باذن الرحمن. ما تنسوش تدعوا لاخواننا المستضعفين في جميع انحاء العالم، ربنا ينصر الاسلام والمسلمين ويعز المسلمين في جميع بقاع الارض يا رب. وربنا يطلعنا مجبورين الخاطر من الامتحان يا رب بحق لا اله الا الله. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وربنا معانا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما انسى انا اسفه جدا، ما فهمش اي بوينت في اي حاجه في خلال السمستر كله في الكورس دوت او في اي حاجه اي ماده، انا طبعا اختكم معاكم في اي وقت باذن الرحمن. ربنا ييسر لنا كل صعب ويجعلنا عون لبعض باذن الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.